الثلاث جيجلر مين ده بيبدا عند فورم اسمها جيجلر فورم ده من سنه اسمه بيج بوينت يعدي في الجيجلر فرصه يقطع شويه يديك ثاني يكمل لنفسه مين ده الاند بتاع كلامك الامسر كليب يعمل له بريك ويقول لك حاجه الناس الان صحه فين؟ انت بتبص الراجل كده عاملين كده مع بعض هنا بتتكلم في فورم اسمها جيجلر عندها سينس اسمه سيجمون ساين يعدي في البوستير بارت يطلع بره يعمل حساب الرجل والبين السنتر في النك من فوق لتحت عند الميديا الاند بتاع الكلابك اللي يجي له بين اسمه سب كليبيان يعملوا مع بعض بين اسمه بريك يوسفال ده بيجيننج وده الاند اللي تاكل كام مره واحده عايزين يعرف ايه الكلام بتاع هنا في فرق من الاولاد الداجل على الفرق الجيجلر فورم دي بتنضم من جوه انما اول ما تطلع بره دي فصه اسمها الفصه دي سميتها جيجلر فورم يبقى الجيجلر فرصة الاتساع مش معاه في الدولة يبقى الفورم من جوه عمل من بره تلسع هنا الى كده جيجلر فرصة يبقى الفورم بتبدا من جوه من الكام انما لو تطلع تلاقي روح في فرصة اسمها الفرصة دي جيجلر فرصة الجيجلر فرصة بتاعتنا دي بيعدي فيها انتنا جيجلر بين وهنا جدار يوسع يبدا روح في جدار الفرصة فاهم الاتفاق اسمه سوبير جيجلر خالص البين بعد كده يرجع لحجمه العادي والديسنت من فوق لتحت ففي الاول في اتفاق اسمه سوبير جيجلر بان يرجع لحجمه العادي ماشي جوه كارت شيز في اللور اند قبل نهايه التنفخ تاني بره الستيرن مستوي ده من بعد تاني اسمه ولاد كيو ريجولار بعد كم بعد في الكورس بتاعه اثنين سوبير وائل كيو لو انت عارف ان الستيرن مستوي ده الستيرن هيد والكلابيكال هيد الستيرن والكلابيك وراه بين التو هيد نعمل الكيو ريجولار بعد ما فوق كده وفوق سوبير ريجولار بعد بعد الفتحه مش يا ولاد ريجولار فورم اكيد في كم بعد في يا ولاد اثنين بحسب مين السوبير تاني ولاد كيو ده الجيجر بيبي ماشي جوه الكارت شيز على انهي ناحيه على اللاتر سايد والارض بالنسبه له ميديا قدام شويه انتروميد اللي هو بالنسبه لهم بوست ريلاتر هم بالنسبه له انتروميد بيبقى بينهم نيرف اسمه ولاد ليه بس كلنا نعرف انت بيزو بتسكن ان جاجلر بيب بيبقى ورا والدين بيبقى قدام والارض من قدام وبينهم كام كده نيرف اربعه اللي هو كان ريت اللي كانوا في زمان حاجه دي ده بالنسبه لاني بين ولاد انت جاجلر بيب عايزين نعمل تيبس انا لو عندك انجل اوف ذا ماندبل ومصوره بروتست حط نقطه في النص وميديا الاند بتاع الكلابك نحط نقطة وصل بينهم يبقى تسيبت ثلاثة بتاع بين اسمه في التانية جيجلر بين. فلما تعمل تسيبت ثلاثة في التانية جيجلر بين تاني حط نقطة أداء أنجل وكمان في المنطقة الترسيس نقطة في النص. وميديا الاند بتاع الكلابك أوصل بينهم خط، الخط ده بس أنهي بين لو كده انترنال جيجلر بين. الانترنال جيجلر بين ريبريزنت ذا لاين وصل منين لمنين؟ من نص المسافة بين الأنجل وبين المنطقة الترسيس لغايه الميديا الاند بتاعت مين ولاد الكلاب كده يبقى عملت بين مين البين الموجود هنا اللي سميته انترنال جيجلر بين هذا الكلام ده بنشوف انتربيوتاليزم التربيت بتاع الزلا جيجلر بين عكس برانشات الاكسلا كارت ارت اللي فينا ديك الاكسلا كارت ارت دي كان الايه؟ الاكسلا كارت ارت كان بيطلع يدينا سوبيل ثايرويد ولينجوال وفيشن لو خدت بدلهم بين هتاخد حاجه اسمها كومن فيشن بين لينجوا بين سوبيل ثايرويد بين وميدل ثايرويد كمان يبقى بالتالي لو انت عايز تحفظ اربعه بلحظه احفظهم ايه الاربعه اللي ممكن احفظهم بلحظه انا عندي هنا كده اكسلا كارت ارت اللي هتشوف قلب الكليكا برانش ثلاثه سوبيل ثايرويد ولينجوا وفيش عايز بدلهم في بين بدل فيش كومن فيش بين لينجوا لينجوا بين سوبيل ثايرويد بين خد زياده ميدل ثايرويد بين الفرنجه دي هتلاقيها بتصب فيها وبرضه الناس اللي بتاكل كده اكسلا كارت ارت اللي برانش اسمه اسيلين فرنجه طب رايك دار الفريق بتجيب لهم قد من نفسك. التربيوت اللي يتيم هو الكير بترول ده صايد. كلنا عارفين ان كبرنا سنس جوه بيطلع منه سنس اسمه كير بترول. يطلع من الجاجلر فورم يجي يفتح فيه كفيرست تربيوت. يبقى اول تربيوت اللي بيفتح فيه من اولاد بعد كده هو البين اللي اسمه او سنس اسمه انتير بترول ده صايد. كير بترول ده سنس اللي جاي من انهي سنس اولاد الكبرنا اروح افتح في كبير بعض بتاعتنا اللي موجوده عند الفورم اللي اسمها جاجلر فورم. كان ما قلناش ولا حاجه. البين اسمه اولاد يبقى من الحاجات اللي تحت مبدا سوبر نيمان عشقا اللي هي البين ديسكرايب بين اسمه ولاد انتر جيجلر بين البين ده بقى من سكالر طلع من اي فورم اللي هو كده جيجلر فورم نزل في شيس اسمه كارو شيس تحتل اللاتر سايد شيس ولغايه ما نوصل عند الميديا الاند بتاع الكلام الكبير البين ده اسمه سب كليب يعني يعملوا مع بعض بين اسمه ولاد بريك اتفل ده بدايته ونهايته اركب البين بتاعنا دوت عايزين له ايه ولاد لما كده تريبيوت طبعا لو عايز اعمل سنس ثلاثه عمليه سهله جدا النقطة ديت اللي فيها رانج كمندبل وده المصير بسيط نقطة في النص ميديا اند على كلام كده بس بتاعته ده مثل اني بين لما كده لان جاي مش محتاج فني يعني الابر اند فيها ارتفاع اسمه سوبير جاجر بارد واللور فيه انفيرو جاجر بارد
استلم الصوت ده استنى لقيته كلابيك انا هيك لو انا جبت العضله دي حطيت دي كام من ورا لقيت في حفره صغيره نهايه اللي فيه البلط لما بيحط يحط دخله قطره جوه الرايت كيس شايف الخشب في الحته دي هنا طبعا اي واحد فينا عنده فكره فقير بيقعد مش هتستنى مقطع كده وعندنا اكيد المنظر الهرب بتاعي ايه اللي بيحصل فين؟ قال الدكتور عندنا استنى زيجلر بين نادي كده وعمل سبليجا بين عمل بريك سبارك وجاب بريك سبارك عمل سبليجا بين الكاميرا بيفتح في الرايت كيس لما واحد بيخش بارك فيلير عايزين يعملوا سنتر فينس بريشر السنتر فينس بريشر ده بيوصلوا له ازاي؟ استنى الهيد كلابيكولار هيد منهم تخش الابره اول ما بخرج استلم الصوت في الحته دي الاقي وراها البلب ده البلب ده بيدخل الاسطره بتاعته دي فيرتيكال كده على طول توصل في عينيه انت من الولاد في الرايت ايد ده هتخش في العين وكانت الانتنسف كير تبقى العين نايمه تبتدي تسلك الفايه طالعه من رقبته من الناحيه اليمين وتطلعها على مسطره كده بتقيس البريشر جوه الهارت عشان اعد درجه الفيلير والهارت ده شغال ولا لا قال الدكتور مش بطنه انها تفرق معايا ان اعرف ان في هنا بلب اسمه فيل جيجر بلب ورا السترن مستور بين السترن ريت والكلافيكر ريت اسمه جوه طب اديله ريليشن الريليشن بتاع السترن جيجر بين الفارتز وبس والنهايه بقى اللي تيجي منها تفتكر لما اجي اسال سؤال طلب قناه التجاره لو حد فينا طب اللي قبل فينا بلاد القبر بارت بتاعتنا كانت هو هنا كده ليه؟ الموجود اللي كان فينا بلاد قالوا هنا كده اول ما طلعوا الكلب ماشي دي بالبارود الجلاد كان في حاجه اسمها بوستر ميديا اسبكت وطبعا وشوية قلت الكلام ده افترضت ان كنت طلب التخمين هعرف على هذا الفيديو جدا اللي عندنا ده ولاد تبقى مين؟ ده راس الراجل الطلب ده كويس قال راس الراجل بتعمل بيه كده بعد ما عملنا الراجل بتعمل بيه كده ده مصطور بروسيس وده كان بروسيس مستعلوت وده مين هنا ده المنزل الجلاد بتاعت الفرات الجلاد كانت سبونسر ميديا سيلز كان ريت الاسترو مستويت ومصطور بروسيس مستير بيني وده جاسترك مستعلوت بروسيس والتانا كاروت التانا جاكرا جوه شيس اسمه كاروت شيس مام كاب كلين نيرف أربعة يعني ده معناه لو أنا جاسر سؤال فوق هنا طالب فيه التانا جاكرا فين في البداية بنزل في النكت تورس تمام عايز الريليشن بتاع الريليشن بتاع الابر بارت قال الدكتور هيبقى سوبرفيشال ريل سيرفيس اللي اسمه اني سيرفيس بوستروميد كان الجلاند ده سيرفيس اسمه انتروميديا كده والورا ده بوستروميد وكان لا ده سيرفيس تعالى بقول لنا مين الحاجات اللي بتبقى سوبرفيشال تعالى شيل الجلاند بوستروميد ده سيرفيس هتلاقي مين موجود ده بصيت بصيت لقيت في عضله اسمها بوستير بيلي اوف ده جاز سوبر ده جاز ومع السلامه الصوت طبعا شيل تاني هتلاقي مين بستلوك بوستيت الحاجات اللي اتاتشت فيه مش كده لا لغايه ما تصلي يعني كده لما اجي اسال سؤال في المنطقه ديت سوبر فيش ريليشن بتاعته كلها اني سيرفس طبعا كده بوستر ميديال بالحاجات اللي بينهم مش كده لا بحس انك انت في الاخر تبقى لميت الحته اللي فوق الكلين نيرف نمبر 11 الكلين نيرف نمبر 11 موجود بينه وبين التلاكورت ارض التلاكورت ارض هنا وهو جنبه بقى بينهم 11 4 كلين نيرف 11 عايز يرجع لورا ليه يرجع لورا؟ قال يعدي عليه كده عشان يخش للسن المستويد ويخش في البوستير ترانجل التيب مين اولاد ترابيزي يبقى عملوا فاينل بارت بتاع مين اولاد اكسس فلات الكلام للطلبه المحترفين عايز سوبرفيشال ريليشن اللي هي انترو لاتر نيك لاف كده انترو لاتر او سوبرفيشال لو انا بدات من فوق والباقي مش هيبقى حق ربنا انا اقول طبعا بس الباقي مش هيبقى يبقى لو انت حفظت الحته دي اللي فوق في وقت الزنقات مخك مش عايز يحفظ حفظت هو ريليشن الجلاند ابصر مين ده سابش يعني تعتبر سوبرفيشال ليه وبعد كده احط الحاجات استنى مصاد وستير بين الدياجاستك استنى بصيت بالحاجات اللي اتاتش فيها بان البارت اوف اكسس حتى لو نسيت وضاع في الدنيا استنى مصاد لك بقى من فوق لتحت في اللور بارت بقى طول ما انت ماشي كده بتاع ليه ليمف نود اسمها ديب سيرفايكال ليمف نود في بنت سمعنا عنه زمان كان اسمه انتيرو جاجر يبدا في النك يعدي كروس عليه كده راح في الاكسترنال جاجر كان بيعدي عليه وضاف على كده كان في عضله اسمها اومو هاي باسل اومو هاي باسل كان ليها بيلي تحت اسمه انفيري وبيلي تالت سوبيري بيعدي عليهم كده الانترميديت تندون بتاعه او اومو هاي باسل انفيري بيلي وبالتالي ما نسال سؤال وات ارز سوبرفيشال ريليشن مش كده لا السوبرفيشال ريليشن بتاعتي لو حتى الحين بارت جلاند في بوست ميد سيرفس في الصوف ولو خدت البارت جلاند ده تحت لسه في الصوت بيكمل طب استنى بصوت بقى مين بينه وبينها تحت دي سيرفايك اللي في نود اتي جاجلر دين هم هاي بصل بس دي سوبرفيشال ليه لو انا وقعت بقى ستارت انا ما بتكفش ام هيد ولا انتي جاجلر دين وكتبت البين انا ايه اللي ضاع يعني مش كنت ده انت بتكتب 50 ليش بدا فين وانتهى فين والتريبيوتر بتاعته وشكل الكورس والكلام من ده وكان بتكتب ريليشن في الاخر وثلاث درجات انا بس عشان الامتحان العملية ما تبص يقول لك يا سامي مش قادر افتكر يا عم ما تفتكر حتى لفوق ما تفتكرش الباقيين مش كده الدنيا ما غرقتش يعني بالنسبه لي انما لو بتذاكر اديك بذاكر كله
فبالتالي بينهم مع بعض العضله الراكبه عليهم فوق تحت. مين العضله الراكبه دي؟ اسمها ستيرنو ماستوري. والكده لما جه يسال سؤال هو البريل فين بتاع من فوق تحت ده مين فين اللي عندي ده سميته ستيرنو جاجلر من فوق راسه. طيب ده فكر فين عندنا السوبر فيشال ريليشن انهي بلاد لما كده برضه مال راجع باروتيد تجيب منها بيتا ريليشن. بص مين ده سيب بتاع باروتيد اشيله الاقي ستيرنو ماستوري اشيله لا بص فيلو ده جاس اشيله الاقي ستيرنو ماستوري اشيله الاقي الار بي ومعدي عليه نرف راجع لورا اسمه ايه؟ اسمه انا بكتبه. لو بتذاكر بذكاء لازم يعدي ورا عشان يروح للسيستم المفروض يبقى فيه ساعات بقالي تراينجل تصير ده جامد. تنزل بقى لتحت بقى الحاجات الغباء اللي طول ما هو ماشي عليه في نقطه خباء اسمها دي سيرفايكال اللي في نقطه مرصوص عليه من فوق لتحت. افتكرت بقى انتيم جاجلر بين اومو هايد ماسل ما تقد على بالك ما تقدش شهور مش كنت لا دانيال ليش لما كده اللي هي ايه سمار فيش اللي هي اندرو لاب اصل النكت مدوره وعشان النكت مدوره ما بتقدرش تقول انتيرو ريليشن بيور ولا لاتر ريليشن فده ما بنستخدم كلمه اسمها سوبر فيشال ريليشن مش كده لا لان انا ما عنديش بيور نك النك لو مكعبه كنت قلت لاتر وانتيرو بوستيرو ميد انما هنا النك عامله ايه دايره لما تقطع راجل تروح كده بالارض تلاقي دايره كده مش كده لا وده ريزلت لذلك يبقى هو الريليشن بتاعه ايه البوستيرو ريليشن بتاعته. اول ما يطلع من السكال يلاقي تحته الفيرتبرا كور الناس اللي بتصحى بقى زي الدكتوره علا فلسه بتقول مع بعض طب فرقه الطب متصحيين الفيرتبرا دي اسمها ولاد اطلس دي اسمها ايه؟ اطلس. الاطلس دي كان ليها بروسيس اسمه ولاد ترانسفيرس بروسيس. لو حطيت الفيرتبرا دي تركب كده تمام الناس اللي صاحيين اعمل كده السكال بتاعتنا كده انا عارف انك تفهموا امسك كده الجيم بس انا هستعمل لك على طول عشان ايه؟ شايفها شايلها لي كتير. احط كده راس الراجل كده اجمالي بقى هتلعب له بقى القلم هتلعب له بقى القلم كتير قالوا ليه؟ طب انا سابع منك شويه وده كده قالوا ليه؟ حط القهوة عندك امسك كده عامل كده وليه؟ الألم ده هو الانترنال جاجلر بين طلع من جاجلر فورم اول ما يطلع كده ينام على الترانسفيرس بروسيس بتاع الفرتبرا دي اسمها وليد اطلس. العضلات ديت اللي هي اطلس الفرتبرا الاولانيه ده نايم عليها كده يبقى اول حاجه هو طلع من جاجلر فورم يلاقي دي تحته كده الترانسفيرس بروسيس بتاع مين وليد اطلس تمام. الترانسفيرس بروسيس بتاع كل فرتبرا دي بتطلع منه عضله اسمها سكالياس ميدياس تعمل ريسيرش في الفيرست ليف في عضله اسمها ليفيتو سكابيلا تطلع من 1 2 3 4 تروح من سكابيلا ورا دول فوق سكالينس ميدياس بتدفع كده سكالينس ميدياس بتنام قدام عضله اسمها سكالينس انتيرو سكالينس انتيرو اللي كان بينام قدام النرف اسمه فرينيك هنا بيبقى في ارك تحت كده اسمه السبكليبيال وكان ليه ترانك اسمه سايرو سرفايف انا بقول كده البين هو نازل من فوق تحت عايزين البوستيرو ريليشن البوستيرو ريليشن لغايه ما ينزل من فوق تحت بقى اول حاجه بتاع الفيرست بروسيس بتاع مين سرفايف العضلات اللي لازقه عليها اللي هي يا اولاد سكالينس ميدياس بتتم عليها بتتم عليها دي بعد كده سكالينس انتيرو والنرف اللي ماشي قدامها فرينيك وبعد كده ارتري اسمه سبكليبيان هو معدي قدام السبكليبيان ارتري عشان يقابل قدام السبكليبيان ارتري عشان يقابل السبكليبيان فين عشان يعمل فين اسمه تنرجيا عايزين بصير الريليشن بتاعي يبقى بصير الريليشن بتاعي الطلبه الصحيين هبص كده معاكم بسال سؤال بس انتوا هتجاوبوا عليه ان شاء الله الفرتبرا اللي بعضه فينا بيقول اولا دي عضله السر محط السرحان جاي وهسال شو السؤال انا قلته تبقى تصدق استنى برايك كده ودي تبقى فرتبرا نمره ايه؟ واحد ثلاثي طب اديني من كام؟ 7 6 5 4 3 2 1 طبعا هقول ده كنا بنقوله زمان اللي تاكل اسمعنا ده ترانسفيرس بروسيس بتاع مين اب كان بتطلع منها عضله اسمها ريكتس كابيتس لاتراليس كانت تعمل سيرش في السكالورا جاجلر فورمي بس مش مهم اغلبنا انا عارف ان ما قلتهاش خالص في عضله بتاخد اورجن من الترانسفيرس بروسيس بتاع كل البرتيب وتنزل تعمل سيرش في مين لما كده في الفيرست ليب ابر سيرفس كان العضله دي اسمها سكالينس ميس وهنا فوق في ليبيتوس كابيلا كمان قدام السكالينس ميديا دي بتنام عضله جايه من 3 4 5 6 بعد السينما وتنزل تعمل سيرش في سكالينس ليبرت اسمها العضله دي سكالينس انتير هنا كان في ارت بيبقى ماشي في النك ده اسمه الارت ده سميته سب كليبيا كان بيلف كده وكان ليه ترانك اسمه سايرو سيرفايكال ترانك اللي قرا سيرفايكال بريكسس وانا استبعد ان حد فينا قراها كان في بريكس اسمها سيرفايكال بريكس سيرفايكال بريكس دي كان مكتوب فيها انها موجوده في النيك ورا البين اللي اسمه انترنال هم لسه كتبوها هنا عشان افهمكم ان ممكن تنسى وما مش هقلل مش فاهم دلوقتي هو لسه سيرفايكال بريكس هو كاتبها هنا سيرفايكال بريكس دي طالعه كده معلش هعملها براحتي كان سي 1 و2 و3 و4 يعملوا بريكس اسمها سيرفايكال بريكس السيرفايكال بريكس فيها نيرف بيمشي على العضله دي اسمه فرينيك لو حد فينا فاكر تعال بقى نحط الارض البين البين مش على دول كلهم مش على البين ايه البوستيريور ريليشن بتاع البين بتاعي ده كده؟ البوستيريور ريليشن بتاع البين دي تبقى مين لما كده؟ انا كنت هي عباره انا كنت بحفظه بطريقه بس ايام ما كانوا بتاعي. ترانسفيرس بروسيس بتاع الابسس والعضله بتاعتها اللي اسمها ريكتس كابيتس لاترالس مش مهم.
وسكانرس ميديس وعليها بريكسس اسمها سبايكا بريكسس، وسكانرس انتيرو برانشر بريكسس اسمه فرينك. فيرست بارت بتاع السبكليبيان ترانك اسمه سايرو سبايكال ترانك. طبعا لا ديسكاونت عامل سيل كتب اللي كتب مش كامل انا اكتر الفيرتش بروسيس بتاع اطلس وسكانرس انتيرو برانك وسايرو سبايك والسبكليبيان ارت وسايرو سبايك. وطبعا للدقه الشديده قال لك بس على الليفت سايد على الليفت سايد في عايز وراه عشان الدقه يعني بصراحه راجل مقصر والله ما طبعا يعني النقطة الأمينة سخن معاه مخه مش كده يا عم ما أنت سخن أنا معاك هناك أنت بهدلت البصيرة ليش؟ دبحت البصيرة ليش؟ مش كده يعني جاي على دي أنت يعني بس إيه وأنت لفت سايد مش كده أنت وأنت لفت سايد. المهم يعني الواضح إن كتب الريليشن بعد صلاة العشاء أو قبل صلاة الفجر هو نايم كتب اللي جه على باله. بس أنا لما بتقل الريليشن ما بتعبش برضه مش كده أنا هي من أصل الريليشن بتخش في بعضها والدنيا بتقص على بعضها. بس عايز أقول حاجة بقى للشطار ان الكومن كارت ارتري بيبقى ميديان فالعرريشه بتاع الكومن كارت ارتري كانت ايه بقى هنا الكومن كارت ارتري بيبقى ماشي ميديان ليه كده وبالتالي ينام زيه على نفس الحاجات ترانسفيرس بروسيسز مش كده لا انا نفسي اقول حاجه الاسكالين فصل يطلعوا من التيب بتاع ترانسفيرس بروسيسز من دول اما هو نايم الارتري يبقى الارتري والجين عاملين كده الطلبه المقام دي بتسمع كده لو رجعت لهم تاني الارتري ينام على الترانسفيرس بروسيس والبري فيرتبرا مصر اما البين لاترالي ينام على الاسكالين مصر حتى حاجه ولا لا يبقى انا بسبب مخ تاني بس ارتب مخ كده اقول له انا برتبهم الارتري لما خدنا كوما كاروت اللي ذاكره كان بينام على البري فيرتبرا مصر وقلنا الترانسفيرس بروسيس بس هتكلم كلام مني البين لاترال فالمفترض انا مستني الريليشن بتاع البين انها تبقى لاترال. طب لو انا عملت كده افترض انكم تفهموا بس ان شاء الله تطلعوا لو عملت اي فيرتبراي كده سيرفايكال فيرتبرا وطلعت لها بروسيس اسمه ترانسفيرس العضلات اللاذقه اللي تسمى بري فيرتبرا ماسل انما العضلات الماده اللي اسمها سكالين هنا مين ينام وهنا مين ينام لو صاحيين بقى لما كده اللي نام على مين دول لما كده الارض واللي نام على دول مين البيت يعني انت لو بتبص التاني لو ناوي تاكل يعني ايه البصير اللي شفته كومن كارت ارتري كان ترانسفيرس بروسيس وسيرفايكال فيرتبري وبري فيرتبرا ماسل وكان عنده سيرفايكال وفيرتبرا انفيرس ارد كيرف اللفه دي انت رايح لاتر شويه يبقى مش هتتم عليهم هتتم على حاجات طبعا ترانسفيرس بروسيس راح ثلاثه اللي هي مين لما كده سكانرز اديس سكانرز اديس مش كده لا وزائد الايه الفرينك نيرفي ميد فيرست بارت بتاع السب كليجن ولا ار سب كليجن ار 3 كان فيرست بارت بيعدي عليه الانترنال جاجولار بين وقلنا زمان رابطه يعدي يعني ايه عشان يقابل السب كليجن المعدي قدام السرد والسكت عشان يعملوا بين التروبريكس الكلام يعني ليه رابطته بس المهم قد ما ندمني بين اللي عندي ده سبتولات انترنال جاجولار بين قاعد له بقى الميديا ريليشن هي انتروميديا كومن كاروتيد انترنال كاروتيد بينهم نيرفس وهي ولاد بيجاس بس ادريتو بلاسكال الانترنال كاروتيد قدام قوي واثنين وراه بينهم كام شريان نيرف اربعه وهم لسه طالعين من الجمجمه فطبعا تحط شديد ان الاربعه كريان نيرف لما يطلعوا من الجمجمه يمشي جوه الشيس وبعد كده يسيبوا اللي يروح قدام اللي يرجع ورا يروح كده اللي بيكمل بس منهم مين ده مين بين اللي عندي ده سؤال البرتبرا ارتري بنبقى على ناحيه الارتري او ورا كومن كاروت مش وراها مش كده ما هو الارتري البرتبرا ارتري هيطلع من السب كليفي ويروح هنا كده يمشي ورا الارتري كومن كاروت بيخش الفرع الترانسفيرسيه مش كده اللي ورا البين ده حقيقي لو انا مذاكر السب سيرفايكال طبعا احنا كنا بنحفظه كده يعني عشان اقول لكم ايام الدكتور ادوار زمان كنت بحفظهم لهم اربع اثنين ترانسفيرس بروسيس اطلس بعد ما اسمعك تسكابيس تاتريس اسكالينس ميدياس ومعاهم سيرفايكال بريكس واخد منها سكانرز انتير قدام الميديا وفرنت بارت بتاع السبكليبيان والترانك بتاعه اسمه سارو سبلاك كان حاطينهم كده زي بيش اربع اثنين ونحط على السايد بتاعت اللي اسمها تراسيك انت بس ده معقول الكتاب تبعها وانا ما بحبش ازود الريليشن تراسيك عشان ما تعكش الدنيا هي الدنيا تبقى متقسمه بس لو هي ساعدك في الترتيبه مره اقراهم كده مع بعض ان الكوميك كارت ارت انت انا جاي جرافين واحد ميدل واحد لاترال واحد نام على الترانسفيرت واحد لاترال لوب شويه واحد نام على البريفر سيبر باسل نام ثاني على السكالين باسل بس او افتكروا بقى ده انت انا جاي جرافين انت انا جاي جرافين از ريتن اقوله مره واحده كده واسيبه ده طلع من السكالين فورم اسمها جاي جرافين ده اللي انا فاينل جاي موس همشي جوه الشيس اسمه كاروت تي يحتل اني نقله لما كده اللاترال سايد فبالنسبه له بوكس ولاترال هم بالنسبه له اندرو ميني ينزل جوه الكاروت شيس لغايه ميديا الاند بتاع الكلابيكل يقابل مين؟ سب كليبيكل يعملوا مع بعض بريك ده البيت بتاع اسمه انترنال جاجلر في بدايه النفخ وتحت النفخ فوق عمل حاجه اسمها سوبر جاجلر ضغط تحت عمل سوبر جاجلر سبب البالبين اللي موجودين دول مين لما كده؟ ان هو جوه البتاع جوه في جاجلر فصه وتحت ورا السيرم المطلوب نزل فيها بالبين وسخ شويه
لكن البنت بتاعي التوبارد بتاعتنا للتربيوتر. التربيوتر بتاعتنا بقى لما كده سته تربيوتر. السته تربيوتر بتوعنا انا الكيو بترنال ساينت او التربيوتر. وبعد كده عايز مين كورسبوندنج ارت عشان احفظهم كونفشن لينك والسوبيريور ثايرويد ضد الثايرويد واضاف عليهم اللي هي يا جماعه فيرتبرال فينس سوري فاينل. ده انت تقدر فيه اسال فالوات ارت سوبرفيشال ريليشن بتاعكم هتبقى بارت جليان بوستروميد ونص الباقيين وما تسويش ده عايز تنسحب خالص تكتبهم كل بس. لو انت بقى من الناس الثقيله احفظ اللي انت هتحفظه مش هتفرق ان انا لو قصرتش من 100 ما هو منقص البوستير اللي جت بالشفت البوستير اللي انت تيجي على بالك ترانزفيرس بروسيسز عندك السكالينس ميديا السكالينس انتيرور فرينك نيرف اللي تجيبهم تحطهم معايا. بالنسبه لعلاقه الكاروتيد ده لو جبت عاطل بتاع المصحه اقول لك ده الارت بس تشيز ومين ده ليكم الكاروتيد ده كاروت ارت انت مش عارف ولا ايه مش كده يعني ده عاطل مش محتاج انا مش هقول يعني. فبالتالي اقدر انت بس ان العاطل اللي هرد يبقى انت مش محتاج تقول لي مش هقدر اكتب ان الشديد القهوه ما اعرفش اكتب. قالوا ليه؟ عندنا في حاجه بقى طبعا ممكن تعملها لوحدكم في البيت اللي هي الترنج بتاعت سنك بالتالي في الساعه الصباح يعني ولا اقول الترنج اللي ممكن ايه؟ اقولهم؟ عندنا في حاجه اسمها ناس تجربوا تذاكروا حاجه لوحدكم مش عارف تقول ايه الترنج ولا ايه؟ ولا ايه؟ ايه تجربوا لوحدكم ايه؟ الترنج الاهم ريتن لما نيجي الارض الايد ديفند شارك فيها خلاص طيب كنت اخر حاجه تكون نيرفس اللي هم بيتصبلاي في الوقت. بمعنى نيرفس تو مايل هيويد او سوبر مايل هيويد وهاي بلس او سوبر هاي بلس يبقى بالتالي لما نيجي نبص على تو نيرفس نبص على تو مسل اللي هو عمليه فلور الفلور من النيرفين اللي بيتصبلاي العضلتين عمليه فلور مش هسافر. الجلاند اللي كانت قدام هنا اسمها باروت اللي هي اللور اند بيوتس بتاعها وفي جلاند طبعا هنا معروفه اسمها سبمانديب. طبعا ما حدش يقدر ينسى ارت بيحفر ديت وبين نازل كده وكان تاني بريتش اسمه سب مينتال
عايز السلسال ايه الحاجات اللي موجوده بقى؟ ثلاث اتنينات. ايه الثلاث اتنينات؟ تو جلانس، تو فيسلز، تو نيرفز. مين التو جلانس؟ اللي هو الانت سابروتد والسابنديبر سيبر جلانس والسابنديبر ليمف نود الاريتر. واثنين فيسلز الفيشل ارتري وهو طالع والبرانش والسابمنتال برين والانتير فيشل دي نازل من رايح لتحت. زائد مين يا ولاد؟ تو نيرفز. ايه التو نيرفز الموجودين؟ هايبو جلوس نير ونيرف 2 ماينر. كان صوتي الصراحه ده دايجست ترانجت اللي هو صعب. فرجون المواد ده مين ترانجت ديستر ميت ودايجست. كليه ايه؟ عندنا كاروت الترانجل طبعا. كاروت الترانجل ده زمان كان يعني ايامينا ايام السنه الثالثه بتاعتنا كان سؤال الركب بتاع جراح ده في السؤال قال لك الكلام اناتومي كاروت الترانجل والديفرنشال دايجنوزز سويلنج في كاروت الترانجل. ايه الديفرنشال دايجنوزز؟ ايه الاورام اللي بتحصل هنا؟ الاناتومي بتاع المنطقه بحالها والارض لو كبر يحصل فيه ايه والنرف لو كبر يحصل فيه ايه والجلد ممكن يحصل فيه اوراق شكلها ايه والفتح يحصل فيه قصه كده في الجراحه مختلفين لغايه دلوقتي. فكاروت الترنجل ده جراحي مهم جدا جدا في الحبوب. كاروت الترنجل حدوده مين؟ طبعا مش هقول. من ورا ابر بارت بتاع الانتي بورد بتاع عضله الاسنان سير بصيري. انتر سوبيريور بصير بيني وده جنب في عضله الاسنان ستايل هيوت. وانتر انتيريور بصير بيني اوف هو هيوت. الناس اللي قاعده صح في الدرس او نايمه تبقى دي ستايل بصيري واقفه كده في الابدي. وعندنا بصير بيني وده جنب في ستايل هيوت عاملين كده. وعندنا العضله اسمها مواد بصمه عامله كده. ده مين الترانجل ده سميته؟ كاروت. كاروت الترانجل موجود في النك في منطقه طبعا سكينز وفيشل فاشله في بلازما دي فاشل هبل ده. الفلور بتاعه اربع عضلات. الاربع عضلات دول انفيرو اند ميدل كونستريكت ماسل فيرنج وسايرو هيويد ماسل وهاي بلس البدايه. كل واحد بص على البورد معايا. الناس اللي عندها دم طويل ده راس الراجل لو حد فينا صاحي اقدر اعمل كده. عندنا اولا يا ولادي عظمه اسمها هايبون وذكرت اسمه سيروكارتش. في ليجا بتكبيك كده اسمه ستايل هيوري بتطلع منهم عظمه اسمها قابضه الفارنكس الوسطى من الكوليسترول. السيروكارتش كليكول كانت بتطلع منهم عظمه قابضه الفارنكس السفلى من يورو كوليسترول. السيروكارتش الهايبون بتطلع منها عظمه التانج اسمها هايبلوس ودول منهم عظمه اسمها سيرو هيوري. انت بتقول الكلام ده ليه؟ خلاص لو حطيت العظمه هنا كده تبقى ده مصدر بروسيس مين نازل دي بتصير بيلي اوب دايجست وده السوبير بيلي اوب هما هيوري. من العضله الكبيره دي اسمها ستيرنوماستون. في الحاله دي الفلور بتاع الترانجل يبقى في كام عضله يا اولاد؟ اربعه. مين الاربع عضلات بتوعنا دول؟ عضله اسمها ميدل كونستريكتور وتيرو كونستريكتور وسايرو هايجويد وحته صغيره قوي من الهاي كروس. كام عضله في الفلور؟ اربعه. في عهد كده في التسعينات كان في سؤال كان العيال بتخش ما تلاقيش ام اس كيو تلاقي اسئله شورت كويشن 10 اسئله بدل ام اس كيو شورت كويشن. منشر عضلات الفلور بتاع كذا منشر الروب بتاع كذا منشر كونتنت بتاع كذا يعني قلبوا الامتحان من ام اس كيو لاسئله شورت كويشن اللي بيسمع فيها يعني زي ما بالظبط بقول لك اول ذا فورنج ار فلور اوف ذا كذا اكسبت كذا فقلبوها بقى تسمعهم يعني متحجج فكانوا سؤال. فبالتالي السؤال لما بيطلع للاسف مره بيبقى معلق في دماغ بعض الناس مش كده بقى ممكن تبقى قاعد في شاف ممكن يعني واحد شاف يقول لك مين فلور بتاع كذا مين فلور بتاع كذا غلاسه يعني. ده مين الترانجل ده سميته ولاد كاروت الترانجل. الكاروت الترانجل اتسمى كاروت الترانجل ليه بقى؟ عشان كاروت الترانجل ده كلام بوابيني شويه. عشان في كل كاروت بتسلم نهايه الكومة كاروت وبدايه الانترنال كاروت وبدايه الاكسترنال كاروت وبدايه كل برانشات الاكسترنال كاروت معاها التيرمينال والبوستيل برانش. بمعنى الناس اللي طبعا كل من كاروت شيز طبعا الجواب هي بتشفى عادي بس انا عندي حاجات كتيره كتير موجوده فيه غير الكاروت شيز. انا بقيت لعبه لسه ما كروت ترانجل لان انا لقيت حاجه حصلت ان كل كروت ترانجل طلع من تحت لفوق بينزل هنا اتكسر من كام واحده مع كده اثنين اكسترنال وايد ترنال. الاكسترنال هو ماشي هنا ادانا بريتش اسمه سوبير ثيرويد ولينكول وفيشيال واوكسيبيتال واسندنج فريم. بره الترانجل ادانا البوستير اوريكيلار والسوبر فيشيال تيبر ماجدلر. يبقى لما جه سؤال مين الارض اللي في الترانجل دي تقدر مع بعض هي نهايه كوما كروت ترانجل بدايه الانتنا كروت ترانجل وبدايه الاكسترنال كروت ترانجل وبداية كل برانشات الاكسترا كاروت الارتري ما عدا مين البوستيريو اوريكيلار تيرمينال برانش كاروت ده الحق ده كل الكاروت سيستم موجود. فبالتالي لما جه السؤال ده الترانج ده معاه كده كاروت الترانج. طبعا الكلام اللي بيتكتب مش خطا كومن كاروت ارتري اتقسم لكده كل الاكسترا كاروت الانترميديال والانترلاتر وانت بص لما تكتب من هناك وانت لا تحفظ الجمل ديت. وبعدين لما تعد عدد التايتلز اللي في الصفحه ده عشان اكتبهم بس ثلاث درجات ده انا ليه عندهم فلوس صراحه. قالت لي بقى اقول لهم انا اسيب سؤال انا بعد اللي كتبته ده كله انت هتحطوني 0.1 ولا 0.100 مش كام ده المفروض يبقى الحساب كده 0.01 مش كام ده انت سمحت انا اصلك ديت مش كام ده لا ده مش كتير جدا.
فطبعا مش ناقصه ليه فاكتب الجمل اللي انا هاخده من السرنج دوت هحفظ تايتل بس مش كده واكتب من دماغك يعني سبيل الثيرود نزل داون للثيرود جلين اللينجوال ده عمل كومبكس كده راح الهاي جلوس طب ممكن مسكت لينجوال اروح كده وده كده وخلصنا بكتبهم بس جاست برانش من انتي بس كذا وكذا ده راح فوق وده نزل داون مش مطلوب اقعد اقعد ساعه وانا فاهم اللي بذاكر مذاكر اللينجوال ذاكر سبيل الثيرود ذاكر فيشوال انت بتذاكر دول ايه مش كام دولار يعني الكلام ده ذاكر لو انا مش مذاكر ارض اللي هناك عشان الاقي كلام اكتبه ما تكتب الكلام اللي انت مذاكره يبقى الشرايين اللي بتاع لما بحط الصفحات اسال سؤال الطلبه الصحيحين قوي ليه كده بس الناس هنا نايمه اسال سؤال الطلبه الايه بتاع كل التجاره اللي عندي ده مين ده ولاد قال في الصوره اللي اسمك شيرين لو عملت كده وسالت سؤال شيرين شيماء قاعده ورا النهارده اسال بقى السؤال ده مين اللي بيطير بيت بتاع اي عضله ده جت والله شطار ودي ودي العظمه دي اسمها هيوت الكارت ده اسمه ثايرويد عند الابر بورد بتاع ادم بتكون الكارت بتتقسم هنا كان ماشي دلوقتي اسمه كاروتيد ميديا للبين والبين لفه اللي هو كان حاجه بصراحه حلو عشان ما تقعدش تقول لي انت تقول لي بذاكر وكسنا هو انترنال ده اوت من الهيد بون ادانا برينش نزل داون فور راح في جلاند اسمها ثايرويد جلاند ودوت ادانا عليه بتاع الهيد بون برينش طلع عمل لوب كده وراح على الهيد بلس اختفى ده لينك والتاني ده اسند ابر جيب للعضله دي وراح يتصق ده فيش اوبن كي واحد طلع ابر عند اللور بورد بتاع دي بص واحد طلع من ميديا سايد على الوول اوف ذا فانكس كمل دي الانترنال كارت مش مهم الجمله احفظ اسمه مش كام لا اكتب اللي انت عايز تقوله واللي مش عايز تكتب عليه بعض الحاجات سيبه زي ما هو كده البين اللي نزل ده يعني بين لاتر لوم اكيد عارفينه طبعا انا عارف انهم مش عارفين البين اللي هنا ده اسمه انترنال جاجلر بين مش معاهم جوه الكارت شيت بس لاتر للارض او بص لاتر يال وبينهم نيرف مين نيرف اللي كان بينهم بيج انتربيوتريز الثلاثه اللي مقابلين دول بمعنى بيجي هنا بين من وشي كومن فيش وكمان يجي يمين اولاد لينك ويجي له بين اسمه سوبير ثيرويد افتحوا فيه هو الموجود هنا الانترنال اللي باين تحت بقى وبالتالي من الشمال ده البين اللي موجود الانترنال جاجر وستاب كام تربيوتري ثلاثه حتى كتابه بيكتب انا كتبت له جاجر بين وتربيوتري مشابهه لبرانشات الارض بس ما كتبتش كلها نقى ثلاثه وكتبهم لي هم دول موجودين فعلا كومن فيش لينك وسوبير ثيرويد مش محتاج السطر الدباجة الاول اللي بعد كده ما غطاهوش يعني انا جبت له جاجر بين وبستعمل التربيوتر مقابل برانشات الارض ولما جه سمع ما سمعش غير ثلاثه فمش محتاج سطر انا نفسي ابقى مش فاهم هم جابوا لي ايه فبالتالي الانترنال جاجر ثلاثه تربيوترز اللي كتب والبين مفقود كده لما تجي لك منطقه دي اسمها منطقه في الطب اهم حاجه ما بتنسيش مين مين ده اللي من لاتر من كذا وخلاص انا مش محتاج اشرح كل واحد فيهم ايه النرفات الموجوده؟ اهم حاجه في نرف نازل فيرتيكال كده اسمه بيجز تمام وفي نرف جاي من ورا قدام بيعدي على الارض دي كان اسمه هايبوكلوس وفي نرف راجع لورا عدى على ده ودخل عضله اسمه سباينال اكسس محطه سرحان والهايبوكلوس اللي بيعدي كده كان بيدينا الديسندنت هايبوكلوس اللي كان بيجي له ديسندنت سرفايكال مش بيعملوا حاجه اسمها لسه في صفحه 98 تاني ولا مش واحد بيكلمني في التليفون بيقول لك ما خدتش الانزا كنت هروح له في التليفون يعني انا كنت لو في اروح له دي كنت رحت له في التليفون صراحه بيقول لي ما خدناش الانزا والله قلت له ده انت اللي انزا مش كده والله لطيف هو مرتبط هو كان قاعد في الدرس قدام له بص من الارض لقيته مميز انت لا كلمني مره وش وش كده ما يا ريت ما يكلمنيش لان اعرفه الناس دي كنا زمان بنقول له تابت كيميكال جاي لقدام رجع ورا نادي بيرت اللي جاي لقدام ده مين ده لو فاكرها هاي بلس ونادي بيرت كان ده مين ليه رجع ورا ده مين فاين اكسس طبعا كان دي حاجه عكس مذاكرتهم قبل كده بيقول لك ان السوبيرو لارينجيال بتقسم الانترنال والاكسترنال الماكين دي بالاكسترنال كفر اللي مكتوب طبعا المفترض السوبيرو لارينجيال يمشي ديب للانترنال وديب للاكسترنال وبعد كده تقسم هنا كتب لنا ان في اكسترنال لارينجال وانترنال لارينجال ماشيين ديب للاكسترنال كارت عشان كانوا مقسومين على ديب لين مش عارف يبقى في متضاد في كلام يبقى السبيل لارينجال ماشي مش كده وبعد كده اسمه زي ما انت عايز مش كلام يطبق مع بعض يعني انما هنا انا احط هنا بيتقسم هنا كده انا عملت كده معاك اللي داخل داخل انت فورم كارت ارتري قسم الاكسترنال واحد السبيل لارينجال نرف يمشي ديب لده اه ويمشي ديب لده واتقسم بعد كده الكتاب كتب لا ما كتبتش سيرته مع ده وقسمه ومشاه دي بدون لحد كده صح بس مش محتاجه العجلات دي انا اثبت حاجه وانا عايز ثانيه بتاعت البيج صح ان السوبيرو لارينجا هيمشي دي بالاستنى وبستنى بعد كده هتسمى الاستنى وبستنى
مين اللي كان امد الكاروتشيس من ورا؟ مستر لازق ورا الكاروتشيس ورا الارض اللي اسمه ايه؟ هما كاروتشيس ارض الستانكاروتشيس الستانكاروتشيس. اخيرا وليس اخيرا شويه لمف نود اسمها ديب سيرفايكال لمف نود، تاني تراجل ده هما كده كاروتشيس. يعني مجموعه تايتلز تتحط على بعضها، طيب مخ نظيف مش محتاجه اي حاجه، انما اللي فيك كتف قدام كل حاجه ده انت اختيار بتاعك، اللي عايز تحطه فضه اللي عايز تكتبه ليه يعني. اخر حاجه عندنا شويه اسمه ماستر ترانجل، كابتن ماستر ترانجل. عندنا هنا كده ولاد ده كبير بيلي فوم هيوت، وده في برضه بتاع مين؟ كده المصروف الخاص ده اسمه ميدل لاين. يبقى ترانجل ده سميت ولاد ماستر ترانجل. عايزين تشوف ماستر ترانجل من قدام مين؟ ميدل لاين. ده كمان باشا هاو ار يو؟ ازاي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. يا راجل ما تنفعش والله، عايزين نظبطها. دي الدرجة كده بس ده السبب الصوت ده السبير بير تامين هما هاي وده الخط ده اسمه ميدل لايت يبقى ده ترانج اسمه ترانج ده ماسك عايزين تدوس يحدث ماسكر ترانج في قدام الميدل لايت أبابا اند بهايند سبير بير هما هاي دي لو اند بهايند اند سبير برضه بتاع السبب الصوت ده ترانج مين يغطيه؟ ما كتبوش كين سوبر كين طبعا بيبقى ماشي فيها نفس زي جرافيه اللي بيتغطيه ده لان ماشي في كوافيش شفاف مين الفلور بتاعه بقى؟ عندنا في كارش اسمه ثايرويد وفي كارش اسمه كيليكويد وفي ممبرين فوق اسمه ثايرويد ممبرين اسمه ايه؟ ثايرويد ممبرين ده بيعتبروه الفلور طبعا تراكمها فلور والله بس انا مش فاهم يعني هو كتاب كتب كده فطبعا لما تيجي تقول لي كده ده مين ده ولادي طب مين ده مين دي؟ هاي بون مين اللي تحت ده؟ ثايرويد كارش مين ممبرين ومين الكارش ده اسمه كيليكويد تراكمها يجي الجوله الثانيه الثالثه انت كده في الايه؟ في ثيرو كارت ده اسمها العضله اسمها ستيرنو ثايرويد وعضله من السيرنو اللي هي البول ستيرنو هايويد وعضله اسمها ولاد لما كده هو ستيرنو هايويد ستيرنو ثايرويد وسايرو هايويد طيب اسال بقى السؤال كم عضله كده؟ ثلاثه يبقى لما اجي اسال السؤال الكونتنت بتاع الراجل ده انفراد مصر بعد الامهات ليه بعد الامهات؟ يبقى ما عدا من الباو وبعد كده كنت لك الحاجات الفريد لاين ليجن تحت الهيد بون لو حط ار اي فور هايو كان مكتوب من القصيم انا بقى اللي افتكروه كتبوه ولا كتبوه واللي كتبه كفلور عدو في الكونتنت يعني ده الدليل اللي بيكتب بيكتب هو رايق ده انت قلت فلور مش كده بقى انا من شويه بتقول سارو كارتش ده فلور وكريكويت فلور وسارو ممبرين فلور ولما حطهم في الكونتنت مش كده بقى يعني ده الدليل اللي بيكتب الكلام ابعد ما يكون عن الدقه مش كده بقى او بيجي على بالي فطبعا انت برضه تعمل اللي انت عايزه مش كده بقى ثانك ده انا عمري ما شفته ريتد مش كلام بس زي انا مش دعوه بيكو هو ماسكر تراينج هو الانفراد ريجر مش كلام لا اكتب وحتى لو حط الاسم اسمك في كل الريشه بتاعتها من فوق ومن تحتها لا كتب ثايرويد ايما ارتل ولا سبيل ثايرويد ارتل وبيحط الدبليو الارش تحت في اي تاليف يعني المهم يعني انت بتكتب ممنوع التاليف ونقص زي ما انت عايز مش كلام لا في ده كلام انا مجموع تسخن عليك قلت الامور ضلمت انت المذاكره في البيت اللي تحفظه احفظه واللي مش عايز تحفظه ارميه في البحر فينا ده كلام عايز اسال سؤال يعني لما ما تفهمش انك انت بتحفظ صفحه لازم ايه في القران او كده حاجه يعني لو ما كتبتهاش كلها يبقى انت غلطان لا هو كل اللي مكتوب منظره بيكتب كده في الاتوبيسات في المنطقه العامه يعني المهم ده ترانجل اسمه بلاد ماسكر ترانجل اسال سؤال حدود الفين ايه؟ اولا في الخط من قدام بين اللايف وبعد كده امام البوستيريور سمير بيلي اوبن هارت بلو اند بوستيريور اند سبورت بتاع السيرفر مصر ده ميدل لايف الفلور بتاعه مين؟ على سيرفر ممبرين ثايرويد كريكويد طب التركيه فين؟ مثلا موجوده ما اتكتبتش كفلور لو انا بتكلم ولما بدا يتكلم عليهم حطهم كونتنت وبدا يوصل حاجات تحطها تاني ثايرويد ممبرين ثايرويد مصر انفراد مصر بعد الاوبن هارت المهم يعني الكلمه يعني واضح ان بيكتب مش تقيل حتى يعني كتب كده وخلص ده بالنسبه لمين ولا طبعا في ترانجل اسمه سبمنتال ترانجل كم سبمنتال ترانجل عندنا؟ واحد الناس اللي قاعده الصبح ده سيمبل من تايز وانتير بيرو ده جاسك يمين وانتير بيرو ده جاسك شمال وعضله في العضله اسمها هيدرون تحط ده في جاسك يبقى مين ترانجل ده سميته سبمنتال نص يمين ونص ايه شمال استفاد زمان اللي طلبوا في يمين لو خليت الماندو بيطلع لفوق كده
with the symphysmal thigh with the head bone. ده من دي لما كده anterior belly posterior belly anterior belly posterior belly. هنا في ريف في العضله اللي نازله دي سابنتا ماينور. هنا في لينف نود اسمها سابنتا وبدايه بين اسمه anterior jugular vein. مش كده لا ده من التراك اللي سميته سابنتا تراك. اي حاجه بصراحه اسمه سابنتا تراك حدوده اسمه طبعا مش شفت النمبر يعني symphysmal thigh. خلصنا كده؟ هذا الأمى الإير يجيش طبعاً مع الخطوة في البيت هاتف السابق أنا أقولي لا عم بقوله في الإير تروق 10 دقايق صحيح الإير إيه؟ لا بلو بس أنا ديكتو من الله إنا كمان أبنى أغلتكم على داري الفاطمة إيه؟ هاي تقليل سنزين ونزرب التمايل هوي كمان أغلتكم على إيه؟ طبعا لو نقينا من رنج الدارجن يبقى ده جسد في رطب على فكرة اي حاجة تيجي طبعا في طبعا في الابلاد بتاع لانج ترديكتومي اللي انت حلاج مش هعمله انا هتقول له لحظكم يعني اللي ما يفهموش استنى اللي جنب تراكيستومي ده بتفتح التراكية في تمرنة واحد مرمى في الشارع وقال حاجة قفل لارج او التهابات في لارج في شقيل وكده طبعا الكتاب بتفتح بيقولوا بيفتح على كيف ثايرويد ليجم كريكويد وثايرويد ثايرويد هي تفاك كريكويد بشوف هنا بيجيب قلم جاف زي ده كده ده مش جاف ده القلم الجاف ده كده اولاد بنجيبه كده واجي داخل فراغ او سنتر كتيرة بين الاثنين كده وبيتخرج كده جلد العيان طبعا ما بنعملش كده احنا فالدين اللي بيعمل حبس الدون اللي جينا عاملين كده ده سارود وكريكويد بينهم تحدد الامور وتيجي داخل فين لما كده في الحته دي بعد ما بتدخل كده في الحته دي بتيجي داخل الانبوبه بتاعتك مش كامله لا تبقى كسرت عملت خرم والخرم بتاعنا ده كانوا زمان بيقولوا لنا كده كنا بنسحب الانبوبه بتاعت القلم وننفخ من الفتحه اللي احنا عملناها بالقلم يعني كان القلم ده بيعتمد عليه جدا عمليه الكبد طبعا ممكن بتعرف سكينه رفيع كده في الحته دي برضه تيجي داخل كده وقلبت طرفه صغير تبقى دخلت كده وتبردت وتدخل زي حاجه بس نمو او ابوبه رفيعه وتبدا تنفسه منها القصه عيل بيلعب بميديا بلعها دخل تلاقي تموت وتبدا يزرق فلازم تلحقه بتركيز طبعا ده الفكره كلها اوستم يعني فتحه تركيز اسمها تركيز لا ايمرجنس تركيز ايمرجنس تركيز ده بنعمله كده بسرعه جدا 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 عشان يلحق حد تاني كتاب كاتب انك بتعملها عند مين لو مع كده عند اللي هنا اللي اسمه ده كيف ثايرويد ليجن في ناس تانية بتقول اعملها عند القسم او عند التراكيه رينج اللي تحت بس انت كل ما بتنزل تحت التراكيه بتبدا تريسيت باكورد تعرف تريسيت باكورد ليه؟ لانها بتمشي في السوبير ميديا ستاجر فانهي جزء كان جزء اللي اسمه بريفر تبر بارت ورا خالص هي يعني بتبقى على السترن فانا بحط خط الكام هي فوق انما كل ما انزل تحت بلاقي التراكيه بتاعتي بدات تخطف مني وبالتالي الفتحه مش هتقدر تثبتها كويس كل الفتحات كده بيقول لك طب انت اللي فوق العمليات عايز تعملها في نظافه انا عندي خلاص افتح بقى في التركيه رينكس مش كامل لا وثبت الانبوبه بتاعتك بتبقى كيرف تيوب عامله كده فتحات بره على الهواء ودي داخله جوه التركيه ودي التركيه اتفتحت فيها ثقب كده ودي بقى عملنا ثقب التركيه بتاعتنا اللي عدينا فيه ودي التركيه رينكس بتاعتك ودي بقيت التركيه هي بقت جوه التركيه فتحه العيان من بره بيتنفس منها بالك لو هي الانديكيشن بتاعتها خلصت اسحب الجلد هيقفل لوحده هتلم على بعضها مش كده بقى وهي تعمل سبونتينيا سيلينج مش محتاج تخدره تاني تبنجه وتعمله كده بس عمل تحفظ شديد جدا 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 كتاب ما وضحوش انك انت الكارتج اللي هتبوظه ما بيبنيش روح تاني مش كده لا انت لو خرمت الكارتج بوظته تمام طبعا هي دايما بنعملها يا اما اوتا بالاسمر اسمر يا اما عند كيف ثايرويد ليجامنت مش كده لا يا اما ممكن يقول لك شق الاسمر في اوضه عمليات ممكن في الثاني والثالث تركيه اللي نفسها تركب مين كل احتمالات بقى بيتكلم على جراحه بس كلها معموله على عمليه اسمها ايمرجنسي ده لو في الشارع انما اوبريشن سيتر اوضه العمليات بتاعتها بتنضفها كده وتفتح في التركيه نفسها اللي عندنا هنا كده اولاد تراكيوسكي بتاعتنا بس كده دي الضعف دي اللي على الله تراكيوسكي ذا بروسيدر وذ ذا هول تراكيوسكي اوبن يعني فتح والتركيه التركيه بتاعتها فتح في التركيه It's a procedure in which the hole is made whole and solved. اتعمل في التركية and the tube inserted فيها. وبعد كده enable ventilation. ايه من enable ventilation؟ تسمح بمين بالتهوية. ventilation التهوية. أو التنفس.
And emergency situations are close to me. Typically, performance means that the command of obstruction for there is either due to some of the أي سبب obstruction. بلا عملية حصل. طبعا في حاجة هنا كده ضعيفة جدا. Anaphylactic action. ترفع anaphylactic. Allergic action. في واحد يأكل أكل يموت بيه. طب تديله حقنة يموت بيها. والسبب كده انه عنده allergy جامد. والإديمة حصلت حوالي بكرة كورد. قبل تدارس من جوه بالميتود. فما لوش حل بان يتعمل تبكيست ويلحقه ولا تخليه منه. وده بدأ يدرس. Anaphylactic shock أو severe head or neck trauma. ما عرفش ايه severe head أو neck trauma. ليه head يعني يا الله كده ما عرفش. ليه طبيب. قال لك والله الكلام ده اكيد بيتكتب في الاتوبيس على فكره. اللي كتب النك لا قال لك والهيد ما كتب اسمه ده النك ما كتبش. انا بقعد خبط في راسي فين الاتوبيس وين ان الامرجنسي سيتويشن حالات الامرجنسي تبقى مهم هنعملها في كيف ثايرويد ليجن هنعملها في تريبو ثايرويد ليجن في الامرجنسي سيتويشن في الطوارئ يعني كان ايدنتيفايد بس كيف ثايرويد ليجن بس ايدنتيفايد زي بالبالبيشن بنحس كده ثايرويد وكريكوت يبقى بين وبعد البالبيشن الاحساس ليجا عند سمول نيدل بعد كده كان في انتروديوس مش سمول نيدل طبعا نيدل احسن تبقى فيها ابره لا مش ابره طبعا ده لازم انبوبه كمان عشان يتثبت منه يعني مش ينفع ادخل ابره زي بتاعه تلحقني الوريد ديت واقول لك انا دخلت ابره هرميه فيها والله الكلام ده اكيد اتكتب على بعض مش كتب على هنا طبعا في ناس اهاليهم دكاتره يقعدوا يتناقشوا معاهم يعني بلاش توريك الكلام ده اتكلموا على التربيست من غير تقول الكتاب مش كتب عشان يتكلم كلام عادي يعني The typical situation in which tracheostomy is performed is a claim, but in the claim, it was claim يعني هادي بقى. انت بقى هادي فقط العمليات مش كامل لا claim يعني هادي مش emergency يعني رحنا بقى سبنا الامرجنسي خلاص عند كريكو ثايرويد ميمبرين. A claim اللي هو هادي calm sorry calm situation. قال بعد كده الاوبريشن ثياتر اللي ايه؟ فقط العمليات يعني شغال بقى فقط العمليات لابس منتخاف. هتنط من بيرس الاكسجن الترين بعد كده بعد في اللور سيلز بتاع النيك انتيريورلي التراب بعد كده التراب مطر بنبات ده مش احنا عمليه بنبات بلاتر وميديا ولا الفرجيه ولا بتاع اوكيشنالي ات از نيسيسري تو ديفايد ذا اسمس اوف ثايرويد جلاند ان انسيجن از ميد ان ذا سكند سيلز كارينجس اند ذا سمول تراكيوستومي هول انسرت مش كده لا تيوب انسرت يعني ممكن اعملها في مكان اسمه كل ده بيشرح بقى تخبط اسنان لا ده بيتكلم في اوضه العمليات بقى ده لا بص العمليات ده شغال بوقت كامل بيحط له الاوضه بتاعت الفيلم بتاع صدره مع يشاف ما تلاقيش ده بتاع اوضه العمليات دي احنا بنلعب فيها بصراحه بس طبعا هو بادئ يعني اهو بادئ يعني بيشرح كل حاجه يعني اخر حاجه بقى عشان تراكوستومي قلت له فاطمه ربنا يديها دي خير افتر تراكوستومي هول has been inside you for a required length of time لما خلاص لما التراكيوستومي has been inside you في مكانها ال required length من التايم لمدة التايم التايم المتاح المباح المفتاح في السيرب اللي يكون a hole will be closed to treat مش كده انا طب انت كمية فضل والله عشان خاطر بس 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 طيبة بس كده مش انت طب هو جابوا كده قبل كده موضوع التراكيوستومي عندنا بقى الدير من البنا ولاد في اكسترنا دير ومن دير وغيرها دير تاخد المرض بقى تاخد المرض والكنترول جوه الكنترول اللي اللور بارت اسمها اللور بارت؟ The beauty of the ear
لمين بتقيل حتى الطريق اللي بيعلقوا فيها الحرق ديت فيلم مفتاح طبعا كارتر. هي فيلم من كارتر كده طبعا بغرض منها طبعا الفيلم الصوت عشان تدخل جوه يعني. طبعا حمار ليه غير الحمار اكتر من ده عشان ايه؟ بعدين أولاد طبعا طبعا انت لما بتبقى عايز تسمع حاجه بتسد جسمك كله كده. انا لي حرك الاوركل بتاعته في مكان الصوت بلد في الاطفال عشان يقدر يلم الصوت على زمان لما انت هتقرب ودنك لغايه ما بتصلي ده بالنسبه لايه اولاد الاوركل. طبعا زمان كنا جمعنا تجمعنا الفرنيه بتاع الاوركل زمان ابر تو ثيرد لور وان ثيرد بره ومن لور ثيرد من جوه والثيرد ده كمين التلت اللي بره ده اوريكيو تمبرال الباقي ده جليد اوريكيولار فوق ده كان اسمه ليسر لو حد فينا فاكر مش فاكر ده نرجع الفرنيه بتاع مين اولاد الاوركل بتاع اكسترنال سيستم ميتر اسئله طبعا ممكن تبقى مش كويس او كده طولها 25 مللي سيرا سيستم ميتر ليها تو بارت لا تبارت بتاعها كارتلاجينز ده طول الدلت والتلتين اللي جوه مين اولاد لما كده ده بيبقى بوني. الاكسترنال ميتس تبلت هي انبوبه بتبطنه طبعا بسكين. السكين ده في نوع من عنايز من الجلاند اللي بتطلع الاير واكس اللي استريم من الدرج اسمها فيها هير طبعا. الاكسترنال ميتس تبلت شكلها اس شيب تبدا تطلع ابورد باكورد بعد كده ابورد فورورد بعد كده داونورد هي اولاد باكورد. ليها منظر كده غريب في الكرسي بتاعك. يبقى الاكسترنال ميتس تبلت تلاقي لو حطيت كده بتبقى طالع ابورد باكورد. وبعد كده تجي ابورد فورورد بعد كده داونلود باك وتعمل اس كده ليها الثانيه. الاس دي طبعا ليها غرض ان هي مور بروتكشن للاير درام. لو كانت هي ستريت كان اي حاجه تخش للاير درام. وطبعا عشان انت عارف ان هي الدايركشن بتاعها كده فالاول الكورس بتاعها بتبقى عامله كده. حد فيكم لابس سماعه طبيه قبل كده؟ تلبسها ازاي؟ رحنا نحضر درس استنى درس مالك الحمد لله. انا وليد راح فين يا راح فين عندنا اسمها اكسلنت ديسبلين بتبطلها مسكين. مين اللي في اخرها اربعه كده؟ اير درام. الجنكشن بين البوني كارتلج على فكره لسه كارتج بوني دي اسئله منها تلتها ايه يا ولاد كارتج انبوب الكارتج التلتين الجوانين فوق مكان الانقباض بيبقى فيه اختلاف شويه انما لو انت دخلت جوه فيها في البوني بارت في العظم نفسه قبل الاير درام ب 5 مللي تحس ده اكتر ديت اسمها اسمس اسمها ايه لما كده اسمس دي فتحه الكلام بتاعت الاسماء اكسترنال ديتري مين سنة سميث سلر بتصبر بتاع الانتير بارت والبوستير بارت مين بتصبر بتاع الانتير بارت؟ اوريكيو تمبر بارت مين يصبر البوستير بارت اللي كنا لما بنور في الكوح ولما نخسر اوريكيو مين؟ مش كمل انا بتصبر بتاع البلاد فور كان في ارض اسمه دي بريكل ارض يعني دي بريكل ارض اسمه بريكل بارت التامين مجدل التامين اي كلام يعني عندنا بقى في حاجه مهمه اسمها تمبريك تمبريك ممبرين ده يمس حاجتين هو اخر حته من الاير درام من السن الاير وبدايه من اولاد الانر يعني بالنسبه للاير درام مش فاصل بين يعني سن انا جاي امتحان تسكرايب ميد اير يبقى الاير درام بالنسبه لها لا ترى ولو تسكرايب الانر اير الاكسترنال اير يبقى الاير درام اخر بس مش الاكسترنال اير انت ابدا ما فيش اي امتحان كده اسال بقى سؤال الاير درام شكله ايه؟ قالوا اوفر من شيل والسيمي ترانسليوسنت يعني بيعدي ضوء معنى ان انا لو في التهابات جوه الاذن الوسطى ممكن اشوفها. الاير درام بتاعنا ان هو اوفر الشيب دوت لو حاسس عشان نبص مع بعض عامل كده ورقه السلكت كويسين فيها قوي. الاير درام بتاعنا زي التابلت لو عامل كده ده الاير درام بتاعي. ومين فيكم من عندي درس بعد كده؟ ومين ما عندوش درس بعد كده؟ ومين ما عندوش ومين ما رفعش شيله في المرتين؟ مين ما رفعش شيله في المرتين؟ حضر؟ لا انا بس اقول الجيم درام يا ناس شكله اوفر من شيء
يقدر ان هو الكيف ما حدش يقدر يستهدف الفنة هما بالكيف سيمي ترانسلوسنت وليك في البوزيشن بتاعته بيكون تو بارت حاجه اسمها بارت سنس بارت سنس بارت سنس يعني بارت وتنسى يعني مجهود بلس ده يعني مخ يبقى في كام جزء من المخ كده بارت سنس ورانس ايه بلس بلس يعني حاجه من الخير فوق مين اللي بارت سنس بس في حته صغيره بارت ايه بلس بين البارت بلس اكيد صح تنسى بس حته بلس شكل اوبن اللي اقول ده تحط لما بص على صوت من بره ليه كونكيف طيب الكونكافيتي بتاعته هل هو واقف في الاير كده؟ لا كده هل هو باصص لفه كده ولا لا؟ لاترال فورورد وسلايتلي داون بمعنى ايه؟ اللي انا بصيت في الاير درام بتاعي هو اوبن اند شيب من بره كونكيف ومن جوه كونفكس تمام؟ الكونكافيتي بتاعته دي هل باصه لفه ولا لا؟ هل باصه لاترال فورورد ولا لا؟ لاترال فورورد وكمان ايه لما كده داون هل انت مضطر في الكلام ده ليه؟ قالوا لما بتيجي نعمل كونكشن في المنظار الودن في الوسط كده فيه الضوء هيخش على الاير درام طب لو انت واقف كده الضوء يركز ازاي؟ لا طب لو بص كده يركز لاتر فور طب لو بص كده يركز فين؟ داون فوق يبقى لما اجي اسال سؤال لو دي اير درام دي اكسترنال فيو في اليمين وبص عليها بالمنظار الضوء بتاعنا في المنظار كده مش مكتوب في الودن هلاقي الضوء منعكس داون فور ده كون اوف لايت كون اوف لايت بتاعنا دوت شيء مهم جدا جدا في انف واذن وحنجره ليه؟ انا لو عندي ثبات في الاذن والبطن ثبات الاذن والبطن متجمعه جوه هنا تعمل ايه في الدرافت بتاع البول بره كده هل الريفلكشن هيبقى شكله كده ولا لا يبقى بالتالي كون اوف لايت دوت شكله مختلف هقول تاني بقى يبقى شكله ايه الايرز درام لو صحيح هو اوبن ان شيب اوبليك في البوزيشن تمام وزائد ان هو سيمي ترانسفير وبيتكون من بارت فلاسيد بارت تنسر الارض بتاعه كمان دي طيب ايه الدايركشن بتاعته بس لفت فورورد سلايتلي داون يبقى لفوتني انا لو انا داخل كده لجوه هل هبص الاقي لاتر كده ولا لا؟ هو لاتر اند فورورد سلايتلي داون طب الضوء لما يخش عليه كده يركز في اي اتجاه لو انت صحيح داون فورورد يعمل كورن اوف لايت كده عليه وبالتالي المنظر الكورن اوف لايت دوت اللي دايركت انتو انفيوز كده لو اتغير وضعه ده معناه ان في الاذن الوسطى مش كده لا مش كده هما كاتبين الانر سيرفس بتاع الاير درام بارد تحت الاير الحته دي اسمها امبو لا كلمه امبو يعني ايه؟ خمس سنين دي كان عليها سؤال ام سي يو من حوالي 12 سنه وكنت سؤالات كده مش كده لا انا قلت والله يمكن اكتر من كده كان 12 سنه امبو يعني ايه؟ يعني البص طرف البص يعني قريب بتاع القعده يعني مش كامله يمين القعده مش كامله بقى القمه بتاعتي اسمها امبو اسمها قمه الاير درام بصل جوه اسمها اولاد البص اسال بقى سؤال طبقات الاير درام كم طبقه اولاد ثلاث طبقات من بره سكين من جوه من الكمبريل بينهم فايبر تيشو اكسبت ان ابر 8 ايه ابر 8 دوت قالوا يعني تعالى تقول الاير درام بتاعنا دوت شيل منه حته كده الاير درام بتاعنا كم طبقه لو ما كده ثلاثه من بره طبقه سكين اكيد من جوه ميكس ممبرين اكيد وبينهم مين بقى الريز لما كده فايبر تيش فايبر تيش كل الاير درام اكسبت اني جزء منه الايت اللي فوق يبقى كان الابر ايت ده بيتكون من طبقتين بس اللي هما مين ومين سكين وميكس ممبرين وبقيته سكين ميكس ممبرين فايبر ايه ولاد تيش بينهم فبيسموا الجزء اللي فوق دوت اللي ما فيهوش فايبر تيش بيسموه ولاد بارت بارت يعني بارت في اللس ده مرخي كده بيسموه بارت ايه ولاد لما كده بلس وبقيته بيتسمى بارت ايه ولاد تنس وبالتالي بحط تلحين بارت يعني بارت بالتالي لما كنت اتصل انت كنت تجيب درام نفسه نقول عليها كده ولا لا او بلاش في درام بقى الثالث اللي هو التمباني ممبرين اللي هو طبله الاذن على فكره بالنسبه للناس الشاطره يمثل 20% من السمع في الصوت مش كده يعني لو جيب درام ده رابط شوت او فتحته في عمليه سمع العيال دي يقل 20% في اولي عشان حد لو البواب والبتاع يقول لك الطبله اتخرمت كبير يبقى ما بسمعش مش كده الطبله اتخرمت كبير ما بتفتحش 20% بس ده طبلة الوزن اللي هي الاير درام تكمل كام طبقة لو ما كده ده عايزين له البلاد سبلاي ونيرف سبلاي مية الصفحة الخارجية اللي انتوا بتستنوا البيت مية مش كام دولار من بره يبقى اوريكيو برانش بتاع مين يا ولاد الفيجاس واوريكيو تمبر من جوه لو عرفتوا تبقى سادسة قوي قوي كان تمبانيك برانش بتاع جلوس برانش اللي عمل بريكس اسمها تمبانيك برانش مين يديله بلاد سبلاي في انتيرو تمبانيك ارتي وبصير تمبانيك ده ازر تمبانيك بس هم كاتبين انتيرو انتيرو بتاع مين يا ولاد فيرست بارت بتاع ماجدلن وبصير بتاع ارتي اسمه سايلو مستود ارت سايلو مستود ارت لو كان تبع اكسيبيتر مستود ارت ده اسمه اولاد اير درام اسمه اولاد اير درام قولي حاجه كده واسيبكم تمشي
الاير درام الاير بتاع تلميذ الاير شكلها ايه؟ كم تلميذ الاير؟ باي كونكيف ريد بلاك كورباسك واقف على سطح. يبقى التلميذ الاير فيرتيكال كافيتي دايركت بلاك كورباسك. تعرف ريد بلاك كورباسك شكلها ايه ولا هي باي كونكيف ولا باي كونفكس؟ باي كونكيف. يبقى بالتالي الميدل دي كابت بتاعنا عامل كده. لو عملت ده الاثنين كده الكابت اللي بينهم ده الكابت الضيق شكل اولاد بايكون كيف. شكل اولاد بايكون بايكون كيف يعني لما اجي اسكيس كده من وسطه اللي هو على فكره فيرتيكال كابتي لنتا بول الاير درام ميديا المستاذن الى اير لروف فلور وانتيرو بوستيرو من الميل. يبقى هو بايكون كيف كابتي فيرتيكال بايكون كيف كابتي موجود في الفيتوس بارك تبقى بول فيرتيكال بايكون كيف كابتي فيرتيكال واقف كده. يعني زي ما بقول للطلبه من طول عمري انه عامل زي مين لما كده لو عندي ريد بلاك بس وقفتها على مين لما كده على الايدج كده فاهمين ايه معنى فاهم؟ طب انا لا انا وقفت كده كونكيف لبره كونكيف يعني عامله كده تحس ان الاكسترنال اير الاير درام بارز جوه والميد اير والانر اير بارز بره يبقى بينهم كام. يبقى الكام بتاعنا لو بنقسمه لثلاث ولا بنقسمه لفايف او لو قست النص ده 2 ملم بين الجدار والجدار يعني انت مش في اوضه. لو قست اللي فوق دوت 6 ملم وتحت حوالي 4 ملم العرض من السايد سايد ده من الناتر في ميديا ابعاد مختلفه كده. طب تروحها 15 ملي والانتر بوستيل بتاعها 15 ملي ولا مش كتير. يبقى لما اجي اسال سؤال الميد كيو ارتفاعها قد ايه 15 ملي والانتر بوستيل بتاعها قد ايه 15 ملي. لو قست من اللاتا وول للميديا لو تطلع ازاي قالوا لو انت في النص المسافه 2 ملي. لو انت في الابر بارت 6 ملي دي حاجه شويه ارتفعت 4 ملي ده مثال سؤال. ننسى نقول ان هي باي كونكيف شكلها ايه لما كده باي كونكيف شكلها ايه لما كده باي كونكيف. يبقى لو لها لاتا وول وليها ميديا وول وليها روف وليها فلور اقيس الارتفاع يطلع قد ايه 15 ملي. طب لو قست من الروف ده للروف ده تطلع قد ايه المسافه 2 ملي. طب فوق تطلع المسافه دي 6 وتحت قد ايه 4 دي ابعاد انهي دي لما كده الميدل. الميدل اللي ليها روف وليها فلور وليها انتير رول وليها بوستير رول وليها داتا رول وليها ميدل رول. اسال مين الداتا رول بتاعها؟ التبريك مبرين اللي هو اخرها مش كامل ده داتا رول. مين انا كتبت كده مين الروف؟ تجمن تمباناي اسمها حاجه اسمها كان زمان في بيتروس بوم. البيتروس بوم كان كده فيها حاجه اسمها عظمه هنا كده اسمها تجمن تمباناي. كان في ارك ليمت جنبه حاجه اسمها انت شايفها اللارج ولا ايه تجمن تمباناي. يبقى بالتالي كان فوق يبقى مين تجمن تمباناي. حتى السؤال بقى بيتطلب يبقى فوقها لسه اديني القلم ده احط القلم كده احطه في انجل لما كده ميدل اير. مين اللي فوق الميدل اير تجمن تمباناي تحت بقى ده مهم جدا جدا عشان الاساس التست عندنا تحت مين اللي هي الجاجلر فورامين والجاجلر فورامين ده بيبقى طالع منها مين يا ولاد بتاع الجاجلر فين ماشي فصه اسمها جاجلر فصه. يبقى الروب بتاع الجاجلر فصه هو اللي تحتها. يبقى تحتها ايه انا حطيت القلم كده بسال سؤال الطلبه كليه التجاره اسال هنا لو حطيت ايدي دي في الجاجلر فورامين وانت في البيت تعمل كده الجاجلر فورامين تحت كده اللي طالع فيها بين اسمه بتاع الجاجلر بين ده تحتها. يبقى تحتها عظمه فوق عظمه. المهم قوي اللي هقوله للشطار العظمه اللي تحت ديت اللي عامله الفلور بينها وبين بالب اسمه البالب ده سوبيريور جاجلر بالب اللي بدايه تاني بين تاني جاجلر بين احنا العظمه دي مش موجوده. تعرف ايه معنى الكلام ده؟ يبقى الفلور مباشره في انهي حته انتنا جاجلر بين يعني اذا كانت الانف والاذن اللي بيعمل عمليه في الميديا الايه ممكن يبقى في تحت مصيبه مستنيه مش كده؟ الكلام ده اختفى دلوقتي بالام ار اي قبل ما ندخل العيان في السي تي تعمل السي تي محترمه وتحدد كل حاجه والرول سليمه وناقصه مش ناقصه. سين انا في كف قشط يبقى بالتالي انا عادي كويس اقعد في الوضع ده. فانت حط العيال تحتك بالب مين البالب اللي واقف في السليم ده محسن سوبير جاجر بالب. لو قطعته ده ممكن يموت العيال وانت بتعمل عمليه في الميدل ايج. لما بتعمل عمليه في الميدل ايج تموت عيال ده مصيبه سودا صراحه يعني بس هذا الكلام. يبقى في سوبير جاجر بالب وبالتالي اسال سؤال في اسئله سيناريو في ورقه سيناريو بتاع اسئله محمد تحت في المكتبه في محمد بينزلوا بقاله ثلاث ايام محطه صور ولا نسخه مش كده لا مش كده لا هي اسئله السيناريو اللي هي اللي كان عنده على رجله ايه؟ سالنا عليه امبارح على المفتاح لا تحت انا ولاد حتى لو ما كانش شرط على الدهال لي يعني انت بالذات حبيبي انا ولاد ايوه يبقى انت اه طب ايه؟ لا لا مين دي؟ فيها روف اللي هو تجمن تمبراي ليها فلور لا نسمع الفلور بتاعها عباره عن سيب ليت من بون يفصل عن حاجه اسمها جاجر فوسا اللي هو الروف بتاع جاجر فوسا هاني وبيبقى هناك في بالب اسمه سوبير جاجر بالب. زي ما قلت للطلبه الشطار ان هذا البالب الموجود للطلبه الصحيين بيبقى تحت دي مباشره
كتاب كتب السن اللي هو الروب بتاع الجاجل الفصة اللي بيبقى تحته سبير جاجل بارد اللي هو بيبقى أبسنت في بعض الناس. في الحالة دي بيبقى السبير جاجل بارد كانوا جوه الإير، وبنقول للناس خلي بالك إن في عمليات تبقى خطر تبهدلك الدنيا. يبقى أنا عرفت الإير كده أولاد اللي بهدوه روف وفلور. يبقى أنا بمسك كده واحد ببص عليه من الجنب وأنا يا جماعة محدش يبقى سطحان. المنطق ده مصدود بروسيس تمام، ودي الفتحة اسمها إكسترنال نيوتر ميترز، وهنا تحت في بالب اسمه البالب ده سبير جاجر. تخيل انت قاعد صاحي مش نايمان تسمع كلام يمكن ما تسمعوش حضرتك تاني. الراجل تقف كده معانا ده مين البروسيس اللي هدف امين مصايد، والفتحه دي استنى دوت ميز دخلت جوه ده ان هير بدا دير العظمه اللي فوق تبقى مين زي تجمل التمبانات، وتحت اللي في جاجر الفصه طالع من انتلا جاجر الفين ويبقى سيمبلي. تبقى الروب بتاعنا ايه والروب فلور يا ولاد الروف عباره عن ايه سيمبلت الجون اللي هو مين الفوق دوت تجمل التمبانات حتى تجمل يعني روف او كفر للتمباناي التمباني كافيتي اسمه ده. تحت الفلور اللي هو الروب بتاع فصه اسمها جاجر الفصه. طب مين اللي ورا بقى؟ قال البروسيس الورا بتاعنا في مجموعه حاجات. ايه مجموعه حاجات؟ قال لنا في فتحه مصدود انتر، مصدود بروسيس دوت في فراغ اسمه الفراغ ده مصدود انتر، والانتر ده كنا بنخش عليه تراينجل كان اسمه سوبرا ميتال تراينجل، وقلنا التهابات الاذن الوسطى بتنتشر فيه، كنا بنفتح التراينجل دوت مفتوحين، وبالتالي الناس اللي قاعده صح مش سرحانه. انا عندي هنا كده يبقى البوستير وول فيه حاجه اسمها اديتاس اد الانتر، اديتاس يعني فتحه اد اوف انتر مش ناقص هي لاتيني خالص مش كده لا يعني الاوبننج لو بدات بس اديتاس بس اوبننج اوف ذا اي اولاد مستوت انتر مش الاديتاس اد انترا مش كده لا لاتيني لاتيني طبعا فتحه الانتر من ورا. يعني لو انا دخلت الميد اير هلاقي في اوبننج من ورا دخلت منها اخش المستوت بروسيس. الفراغ اللي جوه المستوت بروسيس ده اسمه مستوت انتر اسمه ايه مستوت انتر اسمه ايه لو ما كده مستوت انتر اسمه ايه مستوت انتر بين الجميع. البوستير وول بتاع الاولاد بتبقى فيه اوما باسكت اسمه بيراميد، والقلب البيراميد دوت مفتوح يعني عامل كده الأمع دوت صغير جدا بس انا هعمله كده كان الأمع بتاع فيه وحط سرحان ده أمع بتاع مين في القصير وول. الأمع بتاعنا ده في القصير وول محط سرحان شكله ايه اسمه بيراميد. الأمع المفتوح دوت ده موجود في القصير وول كده تمام. كل بيراميد مفتوحه القلب المفتوحه ديت يطلع منها مين يا ولاد تندم بتاع عضله اسمها استابيدس مصر. استابيدس موجوده هنا يطلع منها العضله كده اسمها العضله دي استابيدس. وبالتالي الناس اللي صاحيه يبقى عندي هنا في بيراميد والبيراميد دوت موجود في البوستير وول وبتطلع من القمه بتاعته هنا كده عضله موجوده جوه اسمها العضله موجوده دي سابيس. يبقى البوستير وول في كام حاجه بقى دلوقتي اثنين اللي الناس بتاعتك تعرف ايه الفيشال نيرف. الفيشال نيرف الفيشال نيرف كان بيخش المختص بقى الدكتور معتصم الصحنه اللي يحشر جدا سال الفيشال نيرف مع الانر مع الميديكال. الفيشال نيرف كان بيخش عضمه اسمها بيترس بوم فتحه اسمها انترنال الكترونيز يمشي فيها لاترال مش كم لغايه ما يوصل لاني اير الميدل كان بيمشي ده باكورد في الميدل وورد ميدل اير توصل لاني وول والسير وينز في فيرتيكال ده الفول يعني السير وول بتاع الميدل اير. ناس اصحى يا دكتور يا اللي اسمك ما اعرفش ايه هننزل هنا كده من فوق لتحت ماشي الكلام كده اسمها فيرتيكال بقى اه صح ماشي ده الفيرتيكال بارت بتاعنا نزل كده في اي وول يا اولاد في السير وول. يبقى السير وول بتاع الميدل اير في الفيرتيكال بارت بتاع الكنال اسمها الكنال اللي هو كده فيشر كده لما خدنا فيشر نرجع عملنا حاجه غريبه مع بعض بالاقلام عملت كده ايه اللي عملته ده بالاقلام هو كده قلت بروح لاترال اوصل لاني اير الميدل اير ارجع في باك اوصل لاني وول بصير انزل في فيرتيكال وانزل فيرتيكال في كانال كده اسمها فيش الكانال ببقى ماشي ورا البيراميد كان نيرف هو ماشي كده دي عضله اسمها ستابيدس مصل بتخلي صوتي يبقى عالي لو فاكرين العضله دي اسمها ستابيدس والنيرف اسمها ولاد فيش. عايز واحد يقول لي بقى مين يعمل بصير وول بتاعنا يبقى بصير وول فيه ثلاث حاجات ايه الثلاث حاجات فتحه وهرم وكانال. الفتحه مين اديتاس فتحه مين لو كده المستويد انترا وهرم اللي هو البيراميد اللي مفتوح بتطلع منه عضله اسمها ستابيد اللي مجوف من جوه في فتحه بتطلع منه عضله اسمها ستابيد وكانال بتاع تاني نرجع ولاد الفيشر نير. حسب سؤال صعب جدا لطلب كل الطب اللي بيتكلم عليه تاني هي لو ما كده ميدل اير مين الروب بتاعها؟ من الفلور بتاعها السيمبليت من فوق وصل على الجاجلر فصه اللي هو الروب بتاعها الجاجلر اللي فيها بلب اسمه ايه؟ سوبير جاجلر بلب. مين بصير الروب بتاعها؟ قالوا فتحه ايه؟ مستويد انترا واحد والبيراميد اثنين فيشر كانال ثلاثة مش كده لا يجينا بقى بعد كده اولاد الانتير وول بتاعها. الانتير وول هي فتحة كانال دي بس كانال تفتح فيها من قدام وكانال بتفتح فيها من قدام وفيرتيكال بارت بتاع الكانال كده. القصة دي بقى لو مسكت القلم الورق دي والورق دي محدش سرحان. في كانال عضلة اسمها تنسور تمبراي. تنسور تمبراي دي عضلة تبع الميدل ايه هنتكلم عليها دلوقتي. قالوا هنا امسك كده الورق بس كده انا هاخدها منك دلوقتي. والورقه دي ثانيه الكنال ثانيه بتاعت الايه اوديتوري تيوب اللي فرنج تبقى ليه سكند بتكام بتاعتك. انا امسك ايدي كده كان دي الميدل اير ايدي ديت تعتبر لاتر وول التمبانيك ميمبرين وجوه ميدل وول ما شرحتهاش عامله كده.
يبقى الانتين وول بتاعتها فتحت، فتحته كنالت. مين انتوا كنالت اللي فاتحين فيها لما كده؟ قالوا فوق دي بتاع عضله اسمها تنسور تمبراي. عضله اسمها ايه؟ تنسور تمبراي. عضله اسمها ايه؟ تنسور تمبراي. واللي تحت دي بتاعت حاجه اسمها سكن تيوب، ديتر تيوب، تو تيوبس. السكن تيوب او ديتر تيوب دي ليها جزء بول وجزء كارتج. ولو حد فينا فاكر كان بيتكلم عليها بتاع بروف الكارتج سبارك وده ده. اللي فوق دي بتاع تنسور تمبراي نهايتها عند نفس الجروف، مش كامل لا، اللي بتنام فيه التيوب الثانيه اللي بارت اللي فينا ذاكر سكال، كان عند سكال من تحت هنا كده في عضله اسمها فيكتور بارت وجريتر وينج، كان جيبين الجروف جنب سكافول فصه. اللي كنا بنقول ان تحت انزل في جروف لحاجه اسمها كارتلاج سبارك بتاع التيوب اسمها السكند تيوب. يبقى لو انا واقف كده بالراجل يبقى الجدار الامامي بتاعها، الجدار الامامي بتاعها، الجدار الامامي في فتحتين للتيوبس مش كامل جاي اللي قدام كده. نهايتهم عند الجروف ده. واحده دي الهيئه الحقيقيه، واحده لسه متكمله بقى حاجه كارتش مش كام دولار. يبقى بالتالي الانتيرور فيها كام كنال هما كده؟ اثنين، اللي هما مين ومين هما كده؟ كنال اسمها تنسور تمبراي ماسل، كنال اوف تنسور تمبراي ماسل، كنال اوف تنسور تمبراي ماسل، وكنال اسمها يوديتور تيوب. اسمها ولاد يوديتور تيوب. انا بعد كده ولاد قالوا ده مين اللي عندي هنا كده؟ لما حط الصفحين في تيوبس. في كنال بقى ثالثه اسمها اللي هو كارت الكنال. فين الورقه الثالثه؟ بتعمل ورقه ثالثه؟ ماشي نفس الورقه الثالثه. قالوا ولاد قالوا ليه؟ الكاروت الكنال بتاعتي لو حد فينا فاكر كان اللي بيحصل كده. لو انا واقف كده كان في عضله اسمها بطرس، كان فيها كنال اسمها كاروت الكنال. الكاروت الكنال كان انت لك كاروت اطلع كده ويجي تاني لقدام مش كده برضه؟ لا. فالكنال بتاعتي هي بتبقى زي جاجر الفورم اللي فيها الفصه بتاعتي قدامها كاروت الكنال، يطلع انت لك كاروت ارض يجي لقدام كده. فالكنال في البيتروس بول ليها جزء فيرتيكال وجزء جاي قدام كده راح على الفورم اللازم. يبقى في الفيرتيكال بارت بتاع الكنال، مين الكنال دي سميتها؟ كاروت الكنال. ويبقى الانتير وول كلها كنال الكنال. ايه كنال الكنال اللي موجوده في الانتير وول؟ قالوا لو انا بذاكر في بيت على جمجمه، بذاكر في بيت على جمجمه، اسال نفس السؤال غريب، اقول ان انا عندي الاير هنا في كنال اسمها كاروت، اسمها اللي فيها الالم دي كاروت، اسمها منين؟ كاروت. كاروت الكنال بتاعتي اللي بحط فيها الالم بتاعتي دي اسمها كاروت كنال، اسمها كاروت. كاروت الكنال دي اللي انا ذاكر فيها الالم قدر الامكان، دي كاروت الكنال عاديه. قالوا كاروت الكنال بتاعتنا دي واقفه كده، دي كنال اسمها كاروت. لو انا امسك القلم كده كاروت الكنال بتاعتي هيخشها الارض، اسمه تلا كاروت. كان البيتروس بول اللي بتبص دي كان اسمها كاروت الكنال، ما بتذاكرش حتى خالص مش كده؟ لا. قالوا كان في كاروت الكنال واقفه كده اللي بتبقى في عضمه اسمها بيتروس. لو عامل كده معاك امسك يا دكتور القلم الثاني ده هو مين؟ الاير. ما حد سرحان لو وقفته كده في الاير بتاعتي يبقى القلم ده. كاروت الكنال بتعمل ايه بقى يا اولاد؟ تطلع ابر وتيجي فورورد، فهي طالعه ابر جايه فورورد بالنسبه للاير اللي فيها الالم ده تمثل انا ولا ما كده انتير. طب مين اللي فوق هنا كان يبقى مين؟ تيجمنت تمبرا. طب مين اللي ورا ده؟ بروسيس اسمه ماستويد، بما فيه من ماستويد انترا مش كده؟ لا. وكفيتش الكنال وبيراميد طال. مين اللي تحت؟ عضله تفصلها عن فصه اسمها جاجيولار فصه. طبعا كاروت الكنال تبع الانتير وول، والجاجيولار فصه تبع مين لما كده؟ الفلور اللي هي تحتها مش كده؟ لا. وبالتالي لو جيت اظبط الاير بايد ما ايلي وول بس اللي هو ميدال وول. طبعا خدت كوكليا اكيد. كوكليا بتاعت الانا ايل. ما خدتش قوقعه، دي عامله زي القوقعه كده. القوقعه دي طبعا ما خدتش. انا ولاد دي تبع الانا ايل. القوقعه دي انت ولاد ثلاث لفات اللي حاجه بسيطه كده. او لفتين ونص. الكوكليا دي بتبقى عامله حته بارده كده. في الميديا رول اسمها برومونتري، اسمها ولاد برومونتري. اباف البرومونتري في اوبر ويندو وتحتها راوند جوين. اللي فوق دي مقفولة بعضها اسمها ستيبس كده. واللي تحت دي بتبقى مقفولة بممبرين اسمه سكند ستمباليك ممبرين. قالوا ليه؟ نقول كده ايه؟ يبقى الميديا وول عبارة عن ايه؟ وايه بقى تاني؟ حتة باردة من الانر اير. الانر اير فيها حاجة اسمها كوكليا. الكوكليا دي عبارة عن قوقعة. القوقعة دي عبارة عن لفتين ونص كده. البيزل ترن كبيرة. أنا عايز أعمل إيدي كده أقول ده في كوكليا يمين وكوكليا شمال عاملين كده. الكوكليا دي تبع الإنر إير. بتلف ثلاث لفات كده، اللفة اللي تحت بتبقى كبيرة فبتزق روحها ناحية أنهي إير لما كده؟ الميدل إير. فالكوكليا بتاعتنا تبقى عاملة كده، عاملة كده، عاملة كده. الكوكليا دي عاملة كده. القوقعة بتاعتها. القوقعة بتاعتنا دي جوه البيتروس بون. تبقى تبع الميدل إير. أول لفة منهم بتبقى كبيرة وزقة روحها ناحية الميدل إير وزقة العظم بتاعتها. بتبقى عاملة حاجة بروز، اسمه إيه بروز ده بسميه؟ برومونتري. بسميه ايه لما كده؟ برومونتري. اباف البرومونتري في فتحه اوفر وتحتها فتحه مدوره. الاوفر دي مقفوله بعضمه اسمها ستيبس. طب المدوره دي مقفوله بحاجه اسمها سكندري تمبانيك ممبرين. السمع مبني على قصه غريبه جدا. انت لما بتسمع الاير درام بيتحرك. بحرك عضمه اسمها ميليا، عضمه اسمها انكس، بحرك عضمه اسمها ستيبس.
السيلز دي تربط في الانر اير تنقلها الساوند. طب الانر اير دي اوضه اب فيها ممبرين مضغط عليه، يبقى لازم في فتحه تنفيذ. تعرفوا ايه معنى فتحه تنفيذ؟ اللي هي السكند اللي تنبني الممبرين قبل الفتحه دي. يبقى انا لو عندي اوضه كده بدوس عليها بالستيلز لما تاخده الهيلنج يعني بدوس كده، يبقى السكند اللي تنبني الممبرين دوت اللي قبل الفتحه دي يحصل فيه بلج كده، فكل ما بتسمع هيحصل ايه لما كده؟ الصوت يجي من بره لجوه بيهز الاير دراب. الاير دراب بيتحرك عظمه اسمها ميليتس، ده حركه اسمها انجلس، ده العظمه اسمها ستيبس، تربط في الانر اير. الانر اير دي مليانه فلويد، لما الضغط عليه جوه كده هيبقى الاوضه مضغوطه جدا، فربنا بيعمل زي فتحه يعني رد فعل كده. فعايز اسال سؤال، كل ما العظمه دي الستيبس تخش جوه مين اللي يحصل في الممبرين ده لما كده يطلع لبره شويه؟ عرفت تاخدوا حاجه اسمها الديتش باس واي. انما عايز اسال سؤال، مين موجود في الميديا مول بتاعنا بقى لما كده؟ حته بارده اسمها برومونت، حاجه اسمها ايه؟ برومونت. فوقه فتحه وتحته فتحه. الفتحه اللي فوقه بيضاويه اسمها اوفر ويند، واللي تحت مدوره اسمها راوند ويند. اللي فوق دي مقفوله بعظمه اسمها ستيبس، واللي تحت مقفوله بممبرين اسمه سكند تمبريك ممبرين. طب اسال سؤال، لو في كنال ماشيه كده في الميديا دي وراح تنزل كده ممكن كان شيء اسمه فيشر كانال، واي واحد من الناس صح يقدر يقول لي كده بيدوب الفيشر نيرف بتاعنا لو انا ماسك السكان بتاعته كده. اللي ذاكر الفيشر نيرف كان بيخش فتحه اسمها انترنال ريديتري ميتس ويمشي في العض لاترال ويرجع باكورد وينزل داون. هو رجع باكورد كده بيبقى ماشي في اني وول من الميدل اير؟ ميدل وول، قدام لورا وينزل فيرتيكال في اني وول في البصير. عايز اسال سؤال، ايه اللي الاقيه في الميدل اير؟ عايزين باوند في الميدل اير للناس صح، من روف مين فلور مين انتيرو مين بوستيرو مين لاتا مين ميدل. مش كل الروب بتاعنا مين تيجمنت تربانا فصل على ميدل كافوس، مين تحتها سيمبليت فصل على الروب بتاع فصه اسمها جاجلر فصه فيها سبير جاجلر. مين وراها؟ قالوا عندنا المستور بروسيس فتح بالفتحه بتاعته مستور تانترم وهرم بيرز طلع منه عضله اسمها استابيدس مصل وزائد مين لما كده فيشر كانال فيرتيكال بار. مين في الدنيا يا اولاد لما كده في الانتيرو وول بتاعتنا؟ قالوا فتحات كانال اللي فوق بتاعت عضلة اسمها تنسور تمبراي، عضلة اسمها تنسور تمبراي، عضلة اسمها تنسور تمبراي، عضلة اسمها تنسور تمبراي، وتحتيها فتحة تانية بتاعت ديتري تيوب اللي هي فرنجي تمبريك تيوب اللي هي استيكيا تيوب، وتحتيهم فيرتيكال مارت بتاع كنال اسمها كاروتي كنال. الميديا رول مبني على الانر اي بقى للاسف اللي احنا ما نعرفهاش، اللي هي عبارة فيها حتة بارزة اسمها برومونتري، حاجة اسمها برومونتري، وفتحتين فتحة اوفر اللي هي يا جماعة اوفر ويندو وراوند ويندو. قالوا ليه في هورزونتال بار بتاع كانال اسمها فيشا كانال. مين يعمل اللاتا وول؟ قالوا التمباني تمبريت، التمباني تمبريت. طبعا عايز اقول حاجه، البرومونت ده بارز اللي جه لجوه، طب والتمباني تمبريت كان داخل لجوه عامل امبو اللي هو قلنا البوست، وعشان كده الكافيتي بتاعنا شكله ايه؟ باي كونكيف. في الابر بارت واسع شويه، في اللور بارت واسع سنه، انما في النص اي جزء من المسافه بينهم قد ايه؟ 2 مللي. عايز اسال سؤال، حدود الميدل ايه؟ مين الحدود بتاعها؟ تيجمنت فلور بتاع الروب بتاع الجاجلر فصة اللي بسبع البلد اسمه سوبيز جاجلر بلد. مين اللاتا وول بتاعها؟ تمباني بريمبريم والبول اللازق فيه. مين الميدا رول بتاعها؟ عجا بارتا اسمها برومونتري. اسمها ايه؟ برومونتري. اسمها ايه؟ برومونتري. والبرومونتري ده فوقه فتحه وتحته فتحه، الفتحه فوق اسمها اوفر ويند واللي تحت اسمها راوندد ويند، ودي مقفوله بالستيبس ودي مقفوله بممبرين اسمه سكند تمبانيك ممبرين. مش كده؟ لا ارجع اسال سؤال صعب جدا، ده انهي اير لما كده؟ الميدل اير. عايز لها داتا وول تمبانيك ممبرين، ميدل وول اللي قلناه قدام فتحه كانال، يعني ما عنديش كده انا كده اعمل كانال وكانال وكانال طبعا كمان فيرتيكال مش كده؟ والبصير وول كده ده الميدل اير. ماذا يجب الميدل اير؟ من غير ما ابص كده اسالك سؤال، ما حدش يبص الكتاب، ايه اهم حاجه هو الميدل اير؟ يلا الفوا كده. حاجه ثانيه، حاجه ثالثه، حاجه رابعه، اهم حاجه الاير. الميدل اير دي لو ما كانش هوا كان يوم يسوس مش كده؟ لا مش تسمع خالص. بالتالي لما بيجي التهاب اذنك في الميدل اير وتتملي في الوقت ده انت تطرش مش سمعتش خالص. فانا عايز اقول السطر الاولاني كاتبين ان الميدل اير كونتيننج اير وراح بيقرا اير كده ويعمل يقلب. مش كده؟ لا عايزين بقى نشوف الكونتنت الحقيقيه. مش كده؟ لا الاير اللي في الميدل اير هو سامع انك بتسمع. لو في طبله في البيت مليتها ميه وطبلت عليها قابلني لو سمعت طلعت صوت. مش كده؟ لا الاير اللي موجود ده شيء مهم جدا جدا جدا. السطر كلمه اير في الميدل اير شيء مهم جدا انها حاجه ممكن فاضيه مش كده؟ لا ولو مليناها اي فلويد الاير ما انت ما بتسمعش خالص. الموجوده طبعا ثلاث عضمات ميليس وانكس مين يا ولاد سيبس اللي متثبته في الاير درام. بص في رسمه الكتاب او رسمه اللي مرسمها دي لو دي الاير درام ترى كده لو دخلت كده لقيت الاير درام. الاير درام راكب كده ليه انا رسم الاير درام كده؟ لانه داخل كده. لو لقيت عضمه متثبته فيه كده اسمها العضمه دي ميليس بتركب على عضمه اسمها انكس
تركب تحت عظمة اسمها ستيبس، والستيبس دي فيها هيد ونيك وكراس وكراس كده وفوت بليد. الفوت بليد ده بتثبت في ميلما كده في الويند، دي اللي اسمها اوفر ويند. والاوفر ويند بتاعت دي بتفصل على الميد الانر اير. لو الاير درام اتحرك مين اللي بتتحرك؟ لما كده ميلس تثبت عظمة اسمها انكر تظهر صدمة جوليه ستيبس. اتفقنا مع بعض لو حد سرحان العضله اللي جايه قدام ديت الورق اسمها السبيد، تعمل انسرشن في مين السبيد في الستيبس تمام. التنسور بقى تمبناي مصر، تنسور تمبناي مصر، تنسور تمبناي مصر، تنسور تمبناي مصر. لو حد كده صح لسه الورق فين الارابيك اللي عاملينها ديت؟ قالوا ليه؟ اللي جاي بقى اسمعني كويس قوي، انا دول عاملين الانتير وول كده السرحان يسكت عاملين كده. الانتير وول ده اللي فوق تطلع منه عضله اسمها تنسور تمبناي. تنسور ايه؟ تمبناي. بترجع تخش الميد اير ثبت روحك مين في العضله اسمها ميليس. عضله اسمها مين يا اولاد؟ ميليس اللي موجوده كده. قالوا جاي من قدام روحت الميليس ده تمام. لو شدت على الميليس شدها لجوه تمام وتثبتها تعمل حاجتين انت مش هتحسهم. حاجه منهم تقلل حركه الاير درام لو الصوت عالي قوي مش كده. اثنين تخلي الاير درام تنس مش كده. ايه تنس وتقلل الحركه بتاعته مش كده. انا لو سمعت صوت عالي قوي هلاقي الاير درام مجنن العضله تيجي شد عليه تقول له فيها حركه مش كده. لانه لو اتحرك جامد جدا احسن ماركت ماجنيفيكيشن لمين لما كده تساوي زي العضله اللي كان اسمها لما كده ستابيل اللي بتثبت روحها في عضمه ستيبس. انا نفسي تبقى فاهم اللي جاي ان عندك عضمه اسمها ميليس لما بتخبط الانكس تخرج السيبس تنقل الساوند جو الاير درام قطره سنتي والسيبس دي خطرها لا يتعدى الملي مش كده. فكانك انت بتعمل ماجنيفيكيشن اللي ايه زي العجله كنت بتدور الترس الامامي الترس الورا يدور كتير فاي حركه كده يحصل ماركت ماجنيفيكيشن. طب انا عايز اقلل حركه ده وحركه ده مش كده. لا يبقى ازاي؟ تنسر تمبرات تشد على الميليس تقول له ما تتحركش بالاير درام كتير. انما الطبيعي طول ما احنا قاعدين التنسر تمبرات تشد على الميليس مخليه الاير درام تنس ولا لاكس لو ما كده تنس لانه لازم يبقى تنس. لو عندك طبله في البيت وجايين يطبلوا عليها بيعملوا حاجه غريبه جدا بيسخنوها. ليه بيسخنوها على النار شويه عشان تتشد؟ طب ربنا عامل لي عضله بتخلي الاير درام تنس مش كده وفي نفس الوقت تمنع ان يبقى عشان كده اسمها تنسور تمبرنت. اسمها ايه؟ تنسور تمبرنت. خلي مين تنس لو كده تنبلي في ميمبرين. حد فينا يقول لي في نرفات جوه الميدل اير؟ تنبلي بلكسس. مين اللي عمل تنبلي بلكسس؟ تنبلي برانش. في نفس الكلام في نرف بس في تنبلي في ميمبرين كوردا تمبرنت مش كده ولا الفيشر نرف هو جاي كده بيتين يرجع لورا كان ماشي كده والتاني رجع ورا كده ونازل كان هنا في جنجل تبيان زينك اللي جاي مش كده. يبقى انا بسال على نيرفز جوه الميدل اير مش كده ولا فممكن اقول تمبانيك بريكسس لما الواحد بقلب جيم وبعد كده ابدا بقى اقول حاجه زياده كورده تمبانيك مش في التمبانيك فبرين من ورا لقدام مش كده. بقى عايز حاجه كمان تبقى في جانج اسمها جينيكليك جانج عند مكان البند وهو بالتاني جاي من قدام راجع لورا في الميدل وول تبقى في جانج اسمها جينيكليك. اسال سؤال طلب كليه التجاره القديم منهم كتير مكسرات ايه كونسيست هواء هواء ايوه ايه انت تمارك بيت سلك 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 ليه رتبه بتلف حواليه ده قصه غير طبيعيه على فكره يعني تخش الاير وتلف على زي هوب كده صغير في جارد دايركشن بتاعها عضل حاجه من وجاب التنس في المناهج اللي احنا هنشيلها على فكره نفسي اقول لكم اللي يعرف اسم الجولد ده ياخد 2 جنيه ياخد 2 جنيه اسمه الله من الصابرين تاني هنا بلاد الميدل اير. عندنا طبعا احنا عشنا فتره كنا بنشطب الميدل اير ده لمده 10 سنين. يعني عندنا جيل ما درسش الميدل اير في السنه الرابعه كتير جدا لغايه دلوقتي هنا. كانوا بيذاكروا في السيرجي ما نشطبوش عليهم فوصل السؤال تعرفوا كان اسمها السكيورتيوب؟ طب اسالكم بقى سؤال ليه اسم تاني؟
فالراجل بيقول له كده، بيقول لي انا مش عارف، انا مش مذاكره. قلت كيف والبارنس المسافه بتاعتها قد ايه؟ قلت 4 سم. الراجل بتاع الشمس بيقول لي كان باين شويه شن ويمشي بارنس. بيقول لي انت اول واحد يقول لي رقم النهارده. فكل واحد فيها تصور شمس. فطبعا الراجل اتخض الاثنين، كل واحد جاوب في 3 صح، يعني الراجل كان سعيد جدا. الافريج جاب 3.6 يعني كويس او قريب من الرقم. شوف وصلنا لإيه؟ السكند تيوب بقى ديتر تيوب طولها 3.6 التلت الخارجي منها اب والتلتين جوه كارتش. طبعا الكارتش اللي كان بيلف جروب معمول له جنب السكافولد فص لو حد فينا فاهم. وروح افتح فيلات اقول بتاع حاجه اسمها نيزو. ماشي. التيوب بتاعتي دي يا ولاد دايركشن داون فورد اند يا ولاد داون فورد ميديا كده. طبعا عندي كام سكند تيوب، واحده يمين واحده شمال، وعندي كام فاركس واحد. تفتح في اللاتة اقول بتاع ليد فيرنج كان بتزق الميوكاس برين تخش بيه لجوه. اللي هسألك ايوه ثابت تبقى الاليفيشن كده. ايه العضله اللي كانت بتاخد اورجن منها بتروح في البلد؟ كانت سوبلاتاي، عضله اسمها ليفيت سوبلاتاي. طبعا اللي هقوله ده لازم تسمعه. التيوب جاي كده هتفتح فيرنج من اللور اند بتاعت ثلاث عضله اسمها تنسو بلاتاي وعضله اسمها ليفيت سوبلاتاي. العضله دي بتعمل ايه؟ بتشد البلد وترفعه وانت بتبلع. طب العضله لما بتنقبض ما ممكن تشد على التيوب كمان لتحت تفتحها. يبقى العضله دي بتعمل حاجتين. ايه هما الحاجتين بقى اللي كده؟ هي تشد التيوب لتحت، عضله بتنقبض ولف على الهندس او راح الابيوس، فالمصر بتاعتها بتقصر. لما تقصر مصر تعمل ايه بقى لما كده؟ تعمل ايه الحاجتين؟ ايه الحاجتين اللي تعملهم؟ زي ما بترفع البلد تشد كده التيوب تاني. هسأل سؤال لطلبه بتفهم متاخر بس اعمل كده معاك. دي التيوب بتاعتي اعملها كده. لو كتبت بس التيوب ماشي، العضله واخده اورجن من ايه؟ من التيوب. فتعمل ايه في التيوب بتاعتي؟ تفتحها تشدها لتحت شويه. مع شده التيوب لتحت شويه التيوب عامله كده. لما تشد التيوب لتحت التيوب قافل على بعضها، شدها لتحت اللي فتحت شويه فالتيوب توسع. في الحاله دي الهواء يخش، عشان كده اللي بيركب طياره يقولوا له ايه بقى؟ طب لما انت امضغ وابلع امضغ وابلع، ليه هو امضغ وابلع مع كل عبد قلع؟ طبعا البلع السوفت بلع بتشد والتنسو بلاتاي تشتغل. تعمل ايه في التيوب بتاعتي؟ تفتحها لتحت. تبقى مره ثانيه التيوب عامله كده، التنسو بلاتاي واخد اورجن من التيوب ونازله لفه كده اللي فيتو نازله كده. العضلات دي لما بتشد طبعا بترفع البلع، بس هي عضله برضه بتشد على التيوب. تعمل ايه في اللور برضه بتاع التيوب تشدها؟ يعني لو سالتك سؤال في الشفه مقلوب، ليه تنسر بلاطاي واللي بيتر بلاطاي طالعين من السكة تيوب؟ مش كده؟ في عضلة تانية بتطلع من السكة تيوب؟ استردين ديفرنتي سوصر أي كان يعني الناس اللي بتذاكر لمين اللي عندي دي اسمها حسن سؤال اللي جاوبه يبقى بخمسة جنيه بس. قول لنا نرد السبلاي بتاع التيوب بس. هو ما تستعجلش ليه؟ اللي عايز واحد نص نص قوي السنسور السبلاي بتاع التيوب. طبعا الناس اللي قاعده صح. الملك شنو بقى الملك؟ شوف الاثنين جابوا الاثنين، هم جابوا الاجابتين. الجزء اللي على تحت الايد هياخد من التمبانيك بليكسس اللي عملها التمبانيك برانش في الفرينج، والجزء اللي على تحت الفارس تاخد من الفرينج البليش بتاع جنج اسمها سكين وبرتان جنج اللي كان بيمشي في بلد الفجر كده يرجع لورا. يبقى بس السؤال ايه نقطه السبلاي بتاع تيوب ليها تو ان؟ ان فتحه على الايد، فرينج فتحه على مين؟ الفان. لو انا ذاكرت تاني هيد هلاقي في فرينج البريتش بتاع سكين وبرتان جنج اللي بيتعلم من الاجزاء اللي بتتعلم السبلاي مين اللي يدو فارك اوبننج بتاع التيوب اللي اسمها السكند تيوب. لو انت ذكرت تاني جروس فرينجر كان بيعمل تمبالي بليكسس كان بيسبلاي من الايد كافيتي والمحصول الالترا والتيوب اللي اسمها السكند تيوب. يبقى كده التيوب ده دبل نرف سبلاي. الاورب الايد تاخد منين؟ تمبالي بليكسس اللي عملها جروس فرينج. طب اورب الفاركس تاخد منين لما كده؟ انا واخده من نرف اسمه جروس فرينج. حد فينا يعرف النرف سبلاي بتاع الايد التمبالي بليكسس بتاع جروس فرينج؟ ها؟ الجزء اللي ده تبع الفارس فارينجر بريك بتاع السين مرتين جنج اللي تبع المجدلت واللي تبع الميدل اير كمان بريك بتاع جروس بريك. اسال بقى سؤال،
هل حد فينا يقول لي منين السبلاي بتاع الميدالين؟ تمبانيك بلكسس اللي عملها تمبانيك بلين واللي كسر تمبانيك. حد فينا الجروس بارت؟ حد فينا يقول لي منين السبلاي؟ تمبانيك قلنا تمبانيك ارض سوبيرو تمبانيك وانتيرو تمبانيك وسوبيرو وانتيرو تمبانيك. في حاجه اسمها كروت تمبانيك جامد اللي بتنتهي انها كروت ارض. تاني كده يا ولاد طبعا الى الريف مرسومه 100% مش كامله لا دي بتاع لها الله. هسالكم سؤال للناس اللي عايزه تخوض بس في مواعيد بوكينج انا ما عملتهاش. كان المفروض اعمل الجمعه في بوكينج اكيد بس ما عملتهاش. في مجموعتين الجمعه وفي مجموعه الثالثه الساعه 1:30 دقيقة لسه ما ظبطتهاش يعني في ثلاث ساعتين. فانا بقى طبعا يعني معلش للاسف كان المفروض ابقى عامله النهارده. انما النهارده لما اروح بالليل اعمله في ناس عندها بكره النهارده الحصه اللي هم ما حضرش نيويورك هتبقى معاهم هيسالهم ليه يعرف حد يساله انما حدش هيكلمني ولا كلم صابر مش كده بس تيجي الجمعه